مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا بعتذر على اللي حصل النهارده دوت، او في حصه يعني مراجعه الفلوس، فانا اتمنى ان دوت يكون تعويض ليكم. واحنا كده او كده هنعيد الحصه ديت يوم الاربع الساعه 3 او الساعه 5 للي عايز يحضرها في السنتر. طيب، احنا كان حصتنا دي كانت حصه عباره عن مراجعه على حاجه اسمها الميديسنال فروتس. الميديسنال فروتس دي سواء حضرتك تعرف اي حاجه عنها او ما تعرفش اي حاجه خالص عنها، احنا هنلمها كلها. قبل ما نبدا انا عايزك بس تكون عارف ان احنا هنبدا السبوره دي كذا مره. ليه؟ هو الميديسنال فروتس هتلاقيني منزلها لك في ورقتين فقط. الموضوع بسيط، بس انا عايز المها لك بطريقه اللي بتتسال بيها في الامتحان. يقول لك الميديسنال فروتس كمنهجنا، طبعا احنا عارفين ان احنا بنقسم منهجنا اكوردنج تو اكتيف كونستيتوينت. اول اكتيف كونستيتوينت في الميديسنال فروتس عندنا هو الفولاتايل اويل. الميديسنال فروتس كونتينج، او تعالى بس الاول نرصهم كلهم. اول حاجه فولاتايل اويل، تاني حاجه البيتر او نقول الفلافونويدز رقم 2، تالت حاجه انثراسين، ورابع حاجه على طول الكبيره شويه هنقول عليها البيتر اند pungent principles. دايما كده كنا بنقوله عندنا السكندري ميتابولايتس هم اربعه: الكالويد، فولاتايل اويل، تانينز، جلايكوزايد اند اذرز. الاذرز دول هم البيتر اند pungent principles، حاجات مره فتفتح الشهيه احنا بنقوله عليها. طيب، احنا في حصه مراجعه، فبعد اذن سيادتك المفروض حصه المراجعه ديت انت هتلم فيها اكبر كميه في اقل وقت ممكن، وتبقى مجمع وعامل مايند مابس. فانا هسهل عليك واعمل لك انا المايند مابس. الفروتس كونتيننج فولاتايل اويل هم مين؟ رقم واحد هي عيله كبيره كده اسمها عيله ابيسي ديت فيها ايه؟ فيها رقم واحد الفينل، اثنين الانايس، ثلاثه الهيملوك، اربعه الاني فيزناجا، خمسة الآني ميجس، ستة حاجة اسمها الكور أو الكور ياندر، طب سبعة حاجة اسمها الكاراوي، ثمانية حاجة اسمها الدل. دي عيلة أبيسي كلها. الفينل اللي هو الشمر، تعالى نكتبه بالأزرق. الفينل اللي هو الشمر، الانايس اليان سون، الهملوك الشو كران، الاني بزناجة بذرة الخلة البلدي. طب الاني ميجس بذرة الخلة البري، او ساعات بنقول عليها الشيطان، بس كلمة الشيطان دي حرام فما بنقولهاش. كورياندر، الكورياندر اللي هو الكزبرة. طب الكراوي، الكراوية، الكراوية. الدل الشبت، وطبعا احنا هنا بنتكلم على الدل فروتس مش الدل هيرب اللي احنا بنعمله على الـ على الـ على الـ 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 المحشي. يبقى انا عندي فين الانايس، الاثنين دول اخوات. دايما كده اول ما نبدا اي جزء تلاقي في حاجتين دايما مع بعض. فجزء الهيربس كانوا مين؟ كانوا الممثا والثايم، هنا فينل وانايس، وهناخدهم حتى مع بعض بالمقارنه. الهيملوك هو الادلتريشن اوف انايس وبيكون توكسيك. اسمه التاني ايه الهيملوك؟ اسمه الكونيوم. اسمه التاني ان انجلش، الاسم التاني اسمه الكونيوم. طيب، الامي بزناجه بذره الخل البلدي، وعكسها او حاجه ثانيه شبهها الامي ميجوس. هما شبه بعض جدا. بس مين اللي بيتغشم مين؟ من اسمها كده بلدي وبري. الحاجه البلدي دايما ارخص. يبقى انا بغش الميجوس بالفزناجه. طيب الكورياندر الكزبره، هقول لك الكزبره دي الوحيده اللي بتتاخد از حاجه اسمها كريمو كارب. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله دوت؟ اما اجي اشرح لك دلوقتي عيله ابيسي شكلها عامل ازاي، هقول لك ان هي الوحيده اللي بنستخدمها از كريمو كارب. يعني ايه بقى كريمو كارب؟ يعني مدوره، بتكون سفيريكال. فعرفني ان الكورياندر سفيريكال. طب الكراويه والدل، كراويه وشبت. طيب بعد عيله ابيسي رقم 9 عندنا حاجة اسمها الستار انايس. انا كده خلصت عيلة ابيسي. وحاجة اسمها الفانيلا بود. طيب الستار انايس اسمه اليانسون
النجمي، وطالما ينسون النجمي يبقى بيفكرني باليانسون العادي. طب والفانيلا بود؟ قرون الفانيليا. ايه ده، هي الفانيليا بتطلع في هيئه قرون؟ انت ما تتفرجش على الشيف شربيني وهو بيقول لك نقشر قرن الفانيليا من البذور اللي جوه ونرميه في اللبن عشان يدي طعم فانيليا؟ هو ده اللي هيحصل. طيب الفينل والانايس، انا الكلام ده هشرحه تاني بالتفصيل، بس احنا هنقوله بس ايه جنرال اوت لاين كده عليه. الفينل والانايس الاثنين فيهم مواد فعاله مشتركه، فيهم اكتف كونستيتوينت مشتركه، اللي هم مين؟ حاجه اسمها الاني ثول وحاجه اسمها الاسترا جول. بس الفينل في حاجه مخصوصه اسمها الفين كون، والانايس في حاجه مخصوصه اسمها الكو مارينز. واعرف لي ان الفروت دايما جواها سيد، والسيد هي بتتكون من الامبريو والاكل بتاعه. يعني ايه؟ يعني بروتين اند فيكسد اويل. فلما يقول لك في الاكتف كونستيتوينت بتاعت الفينل والانايس ان هما الاثنين مشترك فيهم بروتين اند فيكسد اويل، تقول لي ده مش من انايس فروت، ده من الانايس او الفينل سيدز اللي جوه. طيب الفينل اسمه ايه باللاتين؟ اسمه فونيك يولام فولجاري. فولجاري يعني جاي من كده طبيعيا، يعني جاي من اسمه فينكون كده، فينكون ده جاي من اسمه فونيك يولام، فونيك يولام فولجاري. طب والانايس؟ اسمه انيثم، بس هو مش اسمه انيثم، هو اسمه اوعى تنسى كده وتقول لي انيثم بس، هو اسمه بينيلا انيثم، بامبينيلا انيثم. يبقى عندي فونيكلم فولجاري وبامبينيلم انيثم. طيب ده بالنسبه للانايس. الهيملوك، قلت لك الهيملوك اسمه الثاني كونيوم. الكونيوم ده ليه اسمه باللاتين ايه بقى؟ اسمه كونيوم ماك يولاتم، كونيوم ماك يولاتم. طيب يبقى الهيملوك اسمه باللاتين كونيوم ماكولاتم، وعشان هو كونيوم بنقول الماده الفعاله بتاعته اسمها كونين. الكونين دوت فولاتايل الكالويد، فولاتايل الكالويد يعني بيتطاير مع الجو. مين تاني فولاتايل الكالويد؟ النيكوتين. تمام، ما علينا ما علينا. الامي فيزناجا والامي ميجس، كنا قلنا ان الامي فيزناجا والامبيجوس الاثنين كنا زي يعني كنت احكي لكم قصه واحد كده اسمه بيشوي. بيشوي ده كان عنده حصوات في الكلى وعنده وجع في الكلى، هبحكيها لكم لما نيجي ناخد الحصه نفسها. فالامي فيزناجا والامي ميجوس تحس ان هم اخوات. طب اسمهم باللاتين ايه؟ اسمهم باللاتين امي فيزناجا وامي ميجوس. جميل. طب الكورياندر، الكورياندر اسمها كور يان درام ساتايفم، اسمها كورياندرا سادايفم، هي اسمها كورياندرا كورياندرا سادايفم عليك حفظ. طب الكروي اسمها كاريوم كارفي، وعشان كده قلنا ان سواء والدل اسمه انيثم جرافيولنس. افتكرها لي كده، انيثا الجامده، جامده يعني جريف يعني خطيره، انيثا الخطيره، انيثا الخطيره انيثم جرافيولنس وكاريوم كارفي. الاثنين دول فيهم نفس المواد الفعاله اللي هي مين؟ فولاتايل اويل اسمه كارفون، كارفون ومعاهم كمان ليمونين. طيب الفولاتايل اويلز ديت مشتركه في الاثنين، يبقى الاثنين عندهم نفس ريحه، هي ريحه ايه؟ ريحه الكراويه، كاراوي سميل، كاراوي اودر، خليها كاراوي اودر. جميل. طيب بالنسبه للاسترانايس، قال لك الاسترانايس هو اخو اليانسون العادي. اليانسون العادي الاويل بتاعه الزيت بتاعه اسمه اوليام انيزي، اوليام انيزي يعني زيت اليانسون بس باللاتيني. طب الاسترانايس فيها ايه؟ فيها نفس الماده الفعاله بتاعت الانايس اللي اسمها الاني ثول فولاتايل اويل. طب الاسترانايس وظيفتها ايه؟ طبعا هنقوله شبه الفينل والانايس، اي حاجه فيها فولاتايل اويل ليها علاقه بالجي اي تي والريسبيراتوري تراكت، اللي حضر الحصص معايا قبل كده هيبقوا قاطعين. ليها علاقه بالجي اي تي والايه؟ والريسبيراتوري تراكت، تفتح النفس وتقلل التقلصات بتاعت المعده. طب غير كده قال لك الاسترانايس بيبقى موجود فيه ماده اسمها الشي كيميك اسيد، والشي كيميك اسيد دي في فتره انفلونزا الخنازير استخدمناها عشان نطلع منها ماده كده عملنا لها سيمي سينثيسيس من الشي كيميك اسيد، هنقول الكلام ده بالتفصيل. اسمها ايه؟ اسمها الاوسيلتاميدين.
فير، ومن اسمها فير، فير كده اوسيلتامي فير يعني انتي فايرال. بعد كده اوسيلتامي فير ده روجنا عنه تجاريا باسم ايه؟ اسم التامي فلو. والتامي فلو ده دلوقتي موجود فين؟ موجود في بروتوكول الكورونا عادي جدا. طيب الفانيلا بود، الفانيلا بود اسمها حاجه من اثنين، اسمها يا اما فانيلا بلاني فوليوم او اسمها فانيلا تاهيتي انسيس، تاهيتي انسيس. يبقى اما فانيلا بلاني فوليا يبقى فانيلا تاهيتي انسيس. طب فاهمها لي، فانيلا اللي هي فانيلا. طب وبلاني فوليا؟ قال لك اسمها بلاني فوليا لان الفانيليا اصلا فيها ماده فعاله اسمها جلايكوزايد. اسمها ايه؟ اسمها جلوكو فانيلين. الجلوكو فانيلين ده متكون من جزئين، عباره عن جلوكوز وفانيلين. فاول ما بناخدها بيبقى فيها جلوكو فانيلين، اول ما بقطفها كده بيبقى لونها اخضر، بيبقى لونها اخضر وفيها جلوكو فانيلين. طب انا عايز الجلوكو فانيلين؟ لا، الجلوكو فانيلين اصلا ملوش طعم. امال مين اللي ليه طعم؟ الفانيلين فقط. اقوم عامل ايه؟ هقوم كاسر البوند دي عن طريق عمليه اسمها الفرمنتيشن، التخمر. طب التخمر دوت بيكسر لي الجلوكو، الجلوكو فانيلين ليه؟ لجلوكوز وفانيلين. هو الفانيلين ده اللي ليه ريحه. طيب يبقى الفانيلا بود من عيله ايه؟ من عيله اوركيد ييسي، من عيله الاوركيديا. طب الاستارا نايس اسمه من اللاتيني ايه؟ اسمه اليسيوم، اليسيوم فيرم، اليسيوم فيرم. وكلمه فيرم يعني جايه من لونها اخضر، لان انا قلت لك ان هو لونه ايه؟ لونه اخضر. واليسيوم، اليسيوم ده اسمه باللاتيني، كنت قلت لكم هتحفظوها ازاي. يبقى اسمه اليسيوم فيرم، اليسيوم فيرم. طيب كده ادينا جنرال اوت لاين عن عيله ابيسي والميديسينال فروتس كونتيننج فولاتايل اويل. دي مجرد جنرال انفو، احنا كده كده ايه هناخدهم بالتفصيل. طب الفروتس كونتيننج فلافونويدز، الفروتس كونتيننج فلافونويدز هو علينا مثال واحد بس اسمه البيتر اورنج. ايه البيتر اورنج دوت؟ البرتقال المره، اسمه ايه؟ اسمه اللارينج، اسمه اللارينج. بس هل انا باخد اللارينج كله ولا باخد منه البيتر اورنج بيل؟ يعني ايه بيل بقى؟ يعني القشره من بره. البيل دي القشره من بره عباره عن ايه؟ احنا عارفين ان اي فروت في الدنيا عباره عن ايبيكارب، ميزوكارب، اندوكارب. انا هنا باخد الايبي كارب، القشره من بره، ساعات بيقولوا عليها الاكزوكارب. تمام جدا. يبقى هنا كده فروتس كونتيننج فلافونويدز. طيب فروتس كونتيننج انثراسين، افتكروا معايا كده كان مين الانثراسين؟ انثراسين 3 بنزين ينزل المعده ويزلزلها. يبقى الانثراسين ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل زلزله للانتستين فيخليك تنزل، يبقى الموضوع ستيميلانت شويه. ستيميلانت ايه؟ ستيميلانت لاكستيف. طيب الانثراسين دوت الفروتس كونتيننج انثراسين علينا مين؟ علينا حاجه اسمها السنه بود، السنه بود، قرون السنه. والسنه بود بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها السنو سايدز، وبتشتغل از ايه؟ از ستيمولنت لاكستيف. يبقى كلها اسات، سنه بود، سنو سايد، ستيمولنت لاكستيف. طيب مؤقتا تمام. طب بص كده معايا، في حاجه ثانيه برضو بتشتغل از ستيمولنت لاكستيف. طب بص كده، هو مين الاعلى من اللاكستيف؟ حاجه اسمها بيرجيتيف. مين الاعلى من بيرجيتيف؟ حاجه اسمها كاثارتيك. فلما اقول لك حاجه اسمها باورفل بيرجيتيف او نوع عليه دومينيتنج بيرجيتيف، حاجه قويه جدا، حاجه شبه مين؟ شبه حاجه اسمها الكولوسينث. الكولوسينث ده اسمه بالعربي ايه؟ اسمه الحنظل، الحنظل سمعنا عنه، او اسمه بطيخ الصحراء. ساعات بنسميه بالانجلش اسم تاني البيبو. طيب بيستخدم از ايه؟ از ا باورفول بيرجيتيف. يعني مين اقوى؟ الكولوسنس ولا السنه؟ الكولوسنس اقوى. يبقى احنا كده عندنا كام حاجه هنا؟ 10، البيتر اورنج بيل رقم 11، وده اسمه ايه بالعربي؟ اسمه قشر اللارينج. رقم 12 السنه بودز، السنه بود اللي هي ايه؟ اللي هي قرون السنه مكي.
طب اخر حاجه الكولوسنس، الكولوسنس قلنا اسمه الحنظل وده رقم 13. الكولوسنس اسمه ايه ناخده بس اللاتن بتاع كل واحده. البيتر اورنج بيل اللاتن بتاعها ايه؟ مش عليك، اسمها سيترس اورانجيوم، اور باللاتيني يعني ذهب، عشان البرتقال لونها ذهبي، وهي من عيله السيترس فروتس. طب عيله السيترس فروت اسم الفاميلي ايه؟ اسمها روتيسي. طب السنه بود اسمها كاشيا سنه، من نفس عيله الفول، عيله البقوليات ليجيو مينوزا، او اسمها الثاني فابيسي. جميل. طب يا سيدي الكولوسنس قال لك اسمه ايه؟ اسمه مش هو اسم كولوسنس، فاكتب لي الاسم الثاني بتاعه كولوسنفز. اسمه الاولاني ستريلس كولوسنس، يبقى ستريلس كولوسنس من عيله ايه؟ العيله للاسف هتحفظها لانها من اسم المواد الفعاله بتاعتها، لازم تكون عارفها. هي من عيله اسمها كيوكربيتيسي، كيوكربيتيسي، عشان كده فيها ماده فعاله اسمها كيوكربيتا سين اي. الكيوكربيتا سين اي ده بتكون انتي تيومر، يعني مضاده لايه؟ للتيومرز، ال 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 الاورام. وفيها كمان حاجه اسمها سترلول، تعالى نكتبها بالمره، سترلول ده بيبقى فولاتايل اويل. فهنشوف حاجات ثانيه غير كمان دول. طيب دي رقم 13 الكولوسنس. رقم 14 حاجه اسمها الكابسيكم. الكابسيكم اسمه الثاني التشيليز، اسمه الثالث الكايين بيبر، الفلفل الحريف، اللي هو الايه بقى؟ الفلفل الاحمر، او اسمه الثاني الفلفل الحريف، او اسمه الثالث الشطه. من اسمه كده، اسمه ايه باللاتين؟ اسمه كاب سيكم، وهو عباره عن فروت، يبقى كابسيكم فروتي سنس. من عيله مين؟ عيله استرامونيوم وبلادونا وايوسايوس، اللي هي عيله سولا نيسي. طيب الكابسيكم هنتكلم عنه بالتفصيل قدام، ماشي، مش هنتكلم عنه دلوقتي. طيب رقم 15 بعد الكابسيكم عندنا حاجه اسمها الهوبس، او نقول بلاش الهوبس الاول. رقم 15 البيبر، البلاك بيبر. طب البلاك بيبر اسمه ايه باللاتين؟ اسمه بيبرم نيجرم، واحنا عارفين ان اصلا كلمه نيجرو باللاتين يعني انجلش، نو اوفنس يعني. بيبرم نيجرم من عيله ايه؟ عيله البيبر، يبقى من عيله بيبي ريسي. وعايزه كده جنب البلاك بيبر تقوم راسم لي ده. مين ده؟ ده الكبد. يبقى ده الليفر. فبيشتغل انتي هيباتو توكسيك. انتي هيباتو توكسيك. تمام؟ طب رقم 16 عندنا حاجه اسمها الهوبس. الهوبس اسمها بالعربي حشيشه الدينار. وهنعرف بعد كده ان هي سيداتيف، ترانكيلايزر، عشان كده سميناها حشيشه الدينار. سيداتيف. طب اسمها ايه باللاتين؟ اسمها هوميولاس لوب يولاس. طب قول لي احفظها ليه؟ اقول لك عشان الاكتف كولستيرول بتاعها من اسمها باللاتين، هم يولون وهم يولول، كيتون والكهول. طيب من عيله ايه؟ عيله الحشيش، فاميلي كانابينيسي. طيب اخر حاجه في منهجنا اسمها ايه؟ اسمها الاوبيوم كبسول، او الاوبيوم بوبي، اللي هو مين؟ الاوبيوم اللي بنطلع منه المورفين، بنطلع منه، طب تعالى نكتبها هنا بس احلى، بنطلع منه المورفين، بنطلع منه الكودين بتاع الكحه، بنطلع منه البابافيرين. ليه بنطلع منه البابافيرين؟ لان الاوبيوم كبسول اسمه بابافير صم نفرم، من عيله ايه؟ من فاميلي بابافيريسي. طيب بابافير صم نفرم، كلمه صم نفرم يعني ايه؟
جاي من كلمه لو قلت لك انسومنيا يعني القلق او عدم النوم او انك ما تبقاش عارف تنام. طب لو قلت لك انسومنيا لا خليها السومنيا بس يبقى النوم. فساعات بنسميه الخش خاش او اسمه التاني بالعربي ابو النوم. وقلنا ان هو بابافير يبقى فيه بابافيرين يبقى مورفين كودين بابافيرين. الثلاثه عباره عن الكالويدز. اي الكالويد بيبقى انسوربل ان ووتر. طب لو عايز ادوبه عشان يدوب جوه النبات بيقوموا حاطين له اسيد اسمه ايه؟ اسمه ميكونيك اسيد. افتكر كده معايا الكالي لايك اللي هو الكالي واسيد يديني سولت ان ووتر فيبقى سوربل. طيب تعالى بقى نتكلم عن ايه؟ احنا كده خدنا جنرال انفو. تعالى نتكلم عن ايه بقى؟ عن التستات نلمها بالمره. افتكر كده معايا اي حاجه في الميديسنال فروتس لونها احمر. لما باجي بكشف عن الميكونيك اسيد بحط عليه فيريك كلورايد هيديني لون ايه؟ لون ريد، لون روز ريد او ريد، لون احمر يدلني ان في ميكونيك اسيد. وطالما في ميكونيك اسيد يبقى الباودر او الليتكس اللي انت الثلاثه دول بيبقوا موجودين في حاجه اسمها الليتكس. هنشرحها بالتفصيل. الليتكس اللي انت جايبه لي ده فعلا الليتكس بتاع الاوبيوم لو اداني لون احمر. يبقى ده اول تيست. وكمان معايا بيت تيستات. الفينل ملوش، الانايس ملوش، طب الهيملوك؟ قال لك الهيملوك لازم اكشف عشان افرق ما بين الهيملوك والانايس، ما هو الانايس دوت بيحصل له ادلتريشن من الهيملوك، فانا هجيب شويه باودر. الباودر ده المفروض ان هو جاي لي في المعمل باودر انايس. لو انا حطيت على الباودر مايرز ريجنت واداني لون كريمي بي بي تي. راسب لونه كريمي يبقى الباودر ده طلع فيه الكالويد. طب هل يدل ان الالكالويد ده كونين؟ لا. اقوم عامل ايه؟ هقوم جايب الباودر تاني وحط عليه كي او اتش سولوشن ليكويد. لو اداني لون لو اداني اسف ريحه اسمها ريحه الماوس لايك اودر ريحه فار ميت يبقى ساعتها يبقى انا هنا الباودر بتاعي دوت كان ممكن يكون انايس عادي بس مغشوش بمين؟ بهملوك. جميل. امي بزناجه وامي ميجس. هو احنا المفروض نغش مين بمين؟ قلنا البري اغلى من البلدي، يعني الامي ميجس اغلى من الفزناجه. ميجس حاجه غاليه كده يبقى لازم حاجه عاليه يبقى لازم ميجور كده يبقى حاجه غاليه. يبقى عشان اكشف اعمل ايه؟ هكشف واشوف، اجيب شويه باودر في تيست تيوب اهو شويه باودر وادوبهم في ايه؟ شوية مية وأقوم مسخنهم. وبعد شوية هقوم واخد من 2 ل3 دروبس من المحلول اللي أنا سخنته دوت وأقوم حاططهم على إيه؟ بيبقى عندي كده أقراص. الأقراص ديت عبارة عن حاجة اسمها كي أو اتش. كي أو اتش باليتس أقراص صغيرة. هيجي لي لون إيه؟ لو سبتها كده حطيت 2 ل3 دروبس من الباودر دوت والباودر ده أصلاً كان فيه أمي بزناجة هيجي لون روز ريد. يعني ريد برضه يبقى ادي ريد اهو وادي ريد اهو لحد دلوقتي كله ريد. يبقى انا كده مغشوش ولا مش مغشوش؟ انا كده مغشوش. جميل. عندنا مين تاني؟ كورياندر ملوش، كاراواي ملوش، ديل ملوش، سترانايز ملوش، فانيلا بود ملوش عندكم. طيب الفلافونويدز هي مش علينا بس لازم تكون عارفها ان اي حاجه فيها فلافونويد لونها اصفر لونها اصفر. وكنا بنقوله بنجيبه الباودر وتحط عليه كي او اتش. لو الباودر ده كان عباره عن فلافونويد هيبقى لونه اصفر مش صفر كده شويه. لو حطيت عليه كي او اتش هيديني حاجه اسمها انتنس يلو كلر اصفر اصفر فاقع قوي. طب لو حطيت عليه بدل ما احط كي او اتش بقى بدلت حطيت اسيد دايليوت اسيد دايليوت اتش سي ال الاقي الانتنس كلر ده بيحصل له ايه؟ فيدنج وبيتحول للون كلرلس بيشيل اللون الاصفر اللي عمله البيز. ماشي. السينابود قلنا فيها ايه؟ فيها سينوسايدز والسينوسايدز بيتعمل لهم تيست اسمه موديفايد بورن تراجر ده اي انثراسين جلايكوزايد. والموديفايد بورن تراجر بص كده معايا لونه ايه؟ بيديك روز ريد ان ايكويس لاير يبقى برضه لون احمر. يلا ده عندي احمر احمر احمر.
جميل. الكولسنس ملوش، الكابسيكم اصلا لونه احمر، الكابسيكم اصلا لونه احمر. البلاك بيبر، قال لك البلاك بيبر بنقوم عاملين ايه؟ افتكرني كده، مش احنا البلاك بيبر بنرشه على الاكل فيحصل ايه؟ انت هتجيب اسمها ايه؟ ووتش جلاس، او تجيب حاجه اللي هي الرخام اللي عندكم، طبق الرخام ده انا ناسي اسمه، وتعبيه ب H2SO4 كوم سلفوريك اسيد، وترش عليه، بص الكلمه دي سبرينكل، هتعمل سبرينكل عليه من فوق بلاك بيبر، البلاك بيبر بتعمل سبرينكل عليه من فوق، هيديك لون ايه؟ لون ريد. يبقى كله ريد لحد دلوقتي، الاميجز ناجا، الموديفايد بور تراجر، البلاك بيبر، الميكونيك اسيد بتاع الاوبيوم، الهوبس ملوش. يبقى احنا كده لمينا ايه؟ لمينا كل الفروتس وخدنا فكره عامه عنهم، فاضل لنا حاجه واحده بس، بستخدمهم في انهي كونديشن؟ كنا في العملي كنت بقول لكم بنستخدمهم درف. يعني ايه درف؟ يعني درايد رايب فروت. ايه الفرق ما بين كلمه جرون ورايب؟ افتكر معايا الطماطمايه، الطماطمايه ممكن يبقى لونها احمر، ممكن يبقى لونها اخضر، والاثنين نفس الحجم. طب ايه الفكره في الفرق؟ الطماطمايه اللي لونها اخضر دي فولي جرون، نمت على الاخر، نمت على الاخر. طب اما تحولت لونها احمر كده هي نمت على الاخر وكمان نضجت بقت رايب. بنفس المنطلق انا ممكن استخدم حاجه درايد رايب فروت او ان رايب او نيرلي رايب. طيب مين اللي ان رايب؟ بص اللي احنا هنجمعهم، احنا عندنا 17 ميديسنال فروت، اللي احنا هنجمعهم مع بعض هم سبعه من اصل ال 17. السبعه دول ايه؟ يا اما نيرلي رايب يا اما ان رايب. طيب الان رايب كام واحده؟ اربعه. والنيرلي رايب كام واحده؟ ثلاثه. اول واحده بستخدمها ان رايب الهيملوك، هنكتبها ايه؟ هكتبها بالاسود كده، يبقى دي بستخدمها الهيملوك ده بستخدمه ايه؟ ان رايب. مين تاني غير الهيملوك؟ بص يا سيدي الفانيلا بود بنستخدمها ازاي؟ قال لك اول حاجه هي بتبقى فولي جرون، فولي جرون بس لسه مش رايب، يبقى ان رايب. طيب هل بستخدمها كده زي ما هي؟ لا، بعمل لها حاجه اسمها كيورنج. قول لي ايه الكيورنج ده؟ الفيرمنتيشن، اني اكسر الجلوكوز عن الفانيلين فيفك لي الجلوكو فانيلين ويسيب الفانيلين لوحده ابو طعم. طيب هناك خالص عندنا الكولوسنس، الكولوسنس بستخدمه فولي جرون بس ايه؟ برضو ان رايب، فولي جرون بس ان رايب. اخر حاجه البلاك بيبر بستخدمه ان رايب. يبقى الاربعه اللي عندي الان رايب هم مين؟ هيملوك، وتاني حاجه الفانيلا، تالت حاجه الكولو سيلف، رابع حاجه البلاك بيبر. طب مين بقى اللي نيرلي رايب؟ يعني لسه ما نضجتش قوي. قال لك اول حاجه الكورياندر، الكورياندر بستخدمها نيرلي رايب. حد عارف ليه؟ عشان هي اصلا قلنا ان احنا بنستخدمها از كريم وكار، احنا لسه ما شرحناش يعني ايه الفرق بين كريم والميري كار، بس هقولها وهتفهم ساعتها. الكريم وكار هم ملزوقين في بعض، طب لو نضجت هتتفك من بعض وهيبقى شكلها مش كوره، هتبقى عباره عن كورتين نصين كوره. جميل جدا، يبقى هنا نيرلي رايب. مين تاني بستخدمه نيرلي رايب؟ البيتر اورنج بيل، انا ممكن استخدمه رايب او نيرلي رايب. مين تاني بستخدمه نيرلي رايب؟ الاوبيوم، الاوبيوم بستخدمه نيرلي رايب. يبقى جمع معايا كده ثلاثه نيرلي رايب، اول حاجه الكور ياندر، تاني حاجه البيتر اورنج بيل، واخر حاجه الاوبيوم بوبي او الاوبيوم كبسول. طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟
احنا كده جمعنا مين الرايب مين اي حاجه ثانيه درف دراي دراي فود. عايزين نعمله ايه دلوقتي؟ عايزين نشوف بقى ايه الابيسينات ايه الدنيا فينا شكلها عامل ازاي ونبدا ناخد واحد واحد سريعا. لما هرسم لك اريك ابيسي هرسم لك الجنرال تي اس والتي اس ال المنفرده. يعني انا في السبوره الجايه هتلاقي عندك كل البراكتيكال كل اللي عليك في الثيو براكتيكال وهتلمهم لمه حلوه قوي ان شاء الله مع بعضنا. كنا عايزين نعمل ايه تاني؟ كده حلو عليكم في السبوره ديت. انا هطلع بره الصوره خالص استاذنكم تاخدوها سكرين شوت. دلوقتي شباب احنا خلصنا اعنف سبوره عندنا في اللي فيها كلام كتير قوي وحشو كتير قوي بس دي هتسهل لنا فعلا اللي جاي كله. ودي كذلك السبوره اللي هنعملها دي ان شاء الله هتسهل لنا كل ثيو براكتيكال اللي الدكتور بيحب يسال فيه جدا 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 جدا. هنبدا دلوقتي بالباودر والتي اسات بتاعت عيله اسمها عيله اب ييسي اللي هي اسمها التاني ايه؟ اسمها التاني ام بالليفرا. ام بالليفرا ده اسمها القديم انما اسمها الجديد ابيسي. طيب عيله ابيسي بتبقى مميزه بايه؟ شكلها اللي عامل كده. وهنا نص وهنا نص. احنا طبعا خلاص بقى بقينا شاطرين وعارفين ان كل نص اسمه ايه؟ اسمه ميري كارب. والاثنين ميري كارب عباره عن حاجه اسمها كريمو كارب. الاثنين منها مع بعض لما يبقوا ملزوقين على بعض اسمهم كريمو كارب. عشان كده قلنا في الكورياندر كورياندر كريمو كارب ملزوقين في بعض وبيبان ان هي سفير. طيب كلمه كارب ديت جايه من ايه؟ جايه من كلمه كاربل. كاربل يعني ايه كاربل؟ يعني كربله يعني شكلها كان عامل كده. فتلاقي من فوق هنا في كده من فوق حاجه اسمها نيك تري جلاند. يعني ايه نيك تري جلاند؟ يعني بتطلع هاني عشان تشد الحشرات. النيك تري جلاند دي اسمها ايه؟ اسمها ستايلو بوديوم او ستايلو بود. من اسمها كده ستايلو يعني فيها ايه؟ كان مكانها كان طالع الستايل. ستايل ايوه هي عندي ستيما وستايل واللي تحت ده كله هو الاوفري عشان كده سميناه كاربل. يبقى سميناه كريمو كارب. معنى الكلام ده كله. بتلاقيها مضلعه. يعني ايه مضلعه؟ يعني بص عليها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس اضلع حاجات طالعه ونازله. بنسميهم فايف برايمري ريدج او عايز تسميها بريدج مفيش مشاكل حته بارزه لفوق. طب وما بين كل بص ما بين كل برايمري ريدج حته عاليه والثانيه في اخدود في النص في حته واقعه كده في النص بنسميهم فايف سكندري ريدجز او ساعات بنقول عليهم ايه؟ الفيروز. يعني ايه فيرو؟ تجويف. طيب الفايف برايمري ريدج ده مين المسؤول انه يفضل مرفوع كده؟ قلب بيبقى فيه محطوط تحته حاجه اسمها اف في بي فايبرو فاسكولار باندل. يعني عباره عن فاسكولار باندل زي المفلويد ومحشيه فايبر عشان يدعمها. وغير كده بجواها حاجه اسمها ال ليجنيفايد ار ريتيكيوليت بي بارينكيما. ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما طالما ليجنيفايد يعني برضه حاجه هتدعمها جدا. طيب السكندري ريدج لما هناخد التي اس هقول لك ان تحتها فيها حاجه اسمها شاي زوجينس دكت. الشاي زوجينس دكت دي اسمها ايه؟ اسمها الفيتا. اسمها فيتا يعني حاجه ايه؟ شايله اهو فيتا يبقى هي دي شايله الفولاتايل اويل. يعني هل النكتر جلاند هي اللي بتطلع الفولاتايل اويل؟ لا الفيتا هي اللي بتطلع الفولاتايل اويل. طيب بص كده يا سيدي معايا كل ميري كارب ليه وشين. وش من هنا من جوه ووش من بره فبيبقى شبه حرف الدي كده. فالحته اللي من بره ديت اللي شبه حرف الدي اسمها الدورزال اريا. طب والحته اللي من جوه؟ قال لك اسمها الفنترال او اسمها الاهم بقى الكوميزورال. طيب واللي شايلهم ده كلمه شايل اصلا يعني فور وانا بقول لك ان هو كريمو كارب فلو قلت لك كاربو فور يعني حامل الكريمو او الميري كارب او الكاربل بشكل عام. جميل جدا لحد دلوقتي. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كاربو فور. ما تقوليش كارفور، اسمه كاربو فور. طيب اي فروت في الدنيا جواها سيد.
طب تعال ناخد قطاع طولي عشان اقدر اشوف السيد اللي جواها. يبقى هنا هرسم ال اس. بعد اذنك عصب التخيل يشتغل شويه. لو قطعت فيها قطاع ال اس ده هيبقى شكلها. دي الناحيه الدورزل ودي الناحيه الكورميزورال. اي فروت في الدنيا بتتكون من ثلاث طبقات. اول طبقه من فوق اسمها الاي بي كارب. اخر طبقه اللي انا برسمها بالازرق دي اسمها الاندو كارب. واللي في النص ده اسمه ايه؟ اسمه الميزو كارب. والميزو كارب دوت من اوله كده، بص من اللي انا هرسمه بالاسود دوت خط اسود كده، من اوله لاخره في كده شبه دكت، او هي مش شبه دكت، هي فعلا دكت. دكت يعني قناه، كانل، من اوله لاخره كده. القناه دي شايله جواها فولاتايل اويل فسميها فيتا. فيتا. طيب اخر طبقه اللي مرسومه بالنزله دي الاندو كارب. يبقى الطبقه اللي انا هرسمها تحتها بالاسود دي عباره عن اول طبقه في السيد. اول طبقه في السيد بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها السيد كوت، غشاء السيد. او اسمها ايه بقى التاني؟ اسمها تيستا. طيب والتيستا ديت عاين جواها الاكل اللي الكائن الحي بياكله، اللي الامبريو بياكله. الاكل ده اسمه الاندو سبيرم. اوعى تفرق بين الاندو سبيرم والاندو كار. يبقى ده مين ده اللي انا بنحطه بالاحمر ده؟ ده الاندو سبيرم. امال فين الامبريو اللي هياكل بقى؟ الامبريو تلاقيه هنا من فوق كده. يبقى ده مين ده؟ ده الامبريو. طيب جميل. دي الناحيه الدورزل ودي الناحيه الكوميزورال. ولو جيت كده قلت لك مين ده اللي ماسكها؟ ما هو ده هو ده. يبقى ده مين برضو؟ ده الكاربو فور. طب بص كده بعد اذنك للحظه واحده عايز عصب التخيل يشتغل معايا. هاخد قطاع بالعرض، باخده ازاي؟ اهو. فبص كده معايا، هلاقي الكاربو فور عباره عن دايره، وهلاقي الفيتا عباره عن دايره. يعني باخد تي اس هلاقي الفيتا عباره عن دايره. يلا بينا ناخدها. عشان ارسم تي اس، ده كان ال اس، عشان ارسم تي اس بعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه بترسم بيت، او تعالى امسك ايده في النص كده عشان ايه؟ يبقى واضح. برسم بيت. جميل جدا. والبيت دوت هتحط لي جواه بيت اصغر شويه. طيب مين ده؟ ده عباره عن الفروت اللي من الازرق للاحمر. واللي جوه ده هيبقى مين؟ هيبقى السيد. فلو جينا رسمنا السيد بالاسود هلاقي شكلها عامل كده. اهي. 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 ده الجنرال تي اس. واحده واحده كده نقطعهم. احنا قلنا ان عندنا كام برايمري ريدج عالي؟ 5. هقوم عامل ايه؟ ادي يا سيدي برايمري ريدج. في الثاني. في الثالث. في الرابع. اهو. في الخامس. وقفلت. يبقى عندي كام حته بارزه؟ 5. وما بينهم كام حته مش بارزه؟ 5. يبقى 5 برايمري، وامسح بقى اللي بالازرق دوت اهو عشان تبقى ايه؟ شايف كويس. 5 برايمري ريدج و5 سكندري ريدج. جميل جدا. ال5 برايمري ريدج مين اللي رافعه لفوق بقى؟ يلا نشوفه. كنا قلنا حاجتين، حاجه اسمها الفايبرو فاسكولار باندل. يعني دي عباره عن فاسكولار باندل وجواها فايبر. وتحت الفايبر وفاسكولار باندل اللي برسمه بالازرق والونه ده، ده مين ده؟ ده حاجه اسمها ليجنيفايد ريتيكيوليت فارينج. جميل جدا. عندي كام واحده؟ عندي 5. يبقى عندي 5 فايبر وفاسكولار باندل اهو، وتحتهم 5 ليجنيفايد ريتيكيوليت فارينج اهو. جميل جدا. قلنا بقى تحت دول اللي رافعينهم، تحت كل سكندري ريدج، ما هو ده البرايمري، ده البرايمري، تحته سكندري، ده البرايمري حته مرفوعه، الحته اللي نازله دي سكندري. تحت كل واحده بلاقي مين بقى؟ دايره. قلنا مين اللي هنشوفه دايره؟ حاجتين، الكاربو فور، بس ده بره الفروت اصلا. انما جوه الفروت بنشوف دايره مين؟ الفيتا. يبقى دول فيتا. لو تتخيل معايا ما هو ده حرف الدي. يبقى الناحيه اللي من فوق دي هي الناحيه الدورزل، والناحيه اللي من تحت دي الناحيه الكوميزورال، او ساعات كنا بنقول عليها ايه؟ الفنترال. عايزك تتخيل معايا كده
الناحيه الفنترال اهي في يبقى فيها 2 فيتا، والناحيه الدورزال فيها 4 فيتا، 1 2 3 4. جميل جدا. تعالى كده نفكر مع بعض. اول طبقه هي مين؟ طب تعالى كده نحطهم هنا. اول طبقه هي مين؟ الايبي كارب. تاني طبقه هي مين؟ الميزو كارب. اخر طبقه اللي برسمها بالاحمر دي هي مين؟ هي الاندو كارب. عايزك بقى تتخيل معايا الطبقه اللي انا هنقطها بالاسود ديت. هي مش الطبقه اللي انا بنقطها بالاسود دي، هي اخر طبقه في الميزو كارب. فممكن اسميها ايه بقى؟ الانر موست لاير اوف ميزو كارب. طيب الاندو كارب ده انواع كتيره. ممكن يبقى عامل ازاي؟ ممكن يبقى بارلل، او خلينا الاول بار كيتوري. احنا خلاص كلنا خدنا عملي وعارفين يعني ايه بار كيتوري، يعني شبه الباركي. ممكن يبقى بارلل، ممكن يبقى كونين لاير، ممكن يبقى سكيلي رايدز. واحده واحده كده. الباركيتوري اندوكارب يبقى شكله عامل ازاي؟ قلنا بنزينه بنزينه بنزينه، وطلع لي كده اسهم، وكل واحده فيهم عكس اتجاه الثانيه. فلو دي مثلا بالعرض الخلايا بتاعتها، يبقى دي بالطول، يبقى دي بالورب، خلايا بالجنب، وهكذا. يبقى ده اسمه ماركيتوري اندوكارب. بشوفه فين؟ بشوفه في الفينل، بشوفه في الامي فيزناجا، بشوفه في الكورياندر. جمع لي الحاجات دي. طيب البارلل بيبقى شكله عامل ازاي؟ البارلل ده الوحيد اللي موجود في الانايس. تمام. طب شكله عامل ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، انا برسم خط، والخط دوت اهو خلايا، والخلايا دي موازي ليها خلايا ثانيه، ودي موازي ليها خلايا ثالثه، وهكذا. عماله ايه؟ خلايا تترص فوق بعضها. الخلايا دي يا شباب فوقيها بيعدي مين؟ بيعدي لو تفتكر كده معايا، هي ده مين ده؟ ده البارلل اندوكارب، يبقى اخر حته. طب فوق اخر حته كان في مين؟ الميزوكارب اللي عاين في مين؟ الفيتا. يبقى لما اجي ابص على الاندوكارب هلاقي فوقيها الميزوكارب اللي فيها الفيتا. بس الفيتا المره دي شكلها غريب، عامله كده وكده. لو جينا كده مسحنا المنديل ومسحنا الشكل ده زي ما عملنا في العمل، مسحنا الشكل ده ومسحنا الشكل كده ده، يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن ماسوره واحده واتفرقت يمين وشمال وفي النص، فنسميها ايه؟ برانشد فيتا. برانشد فيتا هنجي لها بالتفصيل في وقتها، بس انت عارف ان دوت بارلل اندوكارب. طب مين بقى اللي الاندوكارب بتاعه هيتحول لكونين لاير؟ اكيد من اسمه كونين، يبقى الكونيوم اللي هو الهيملوك. ودي بتبقى فيري 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 توكسيك لاير، بتسبب ايه؟ ريسبيراتوري باراليسيس. طيب مين الاندوكارب بتاعه سكليرايدز؟ حاجات شكلها ايه السكليرايدز دي اصلا؟ شكلها بيبقى عامل كده. دي خليه وخليه وخليه، وعندك مثلا تحت خليه وتحت خليه كمان. ايه اللي يحصل؟ بكل بساطه تبدا تعمل ليج نيفيكيشن. يعني ايه ليج نيفيكيشن؟ يعني تغليظ. يعني ايه؟ يعني تغليظ. طيب ليج نيفيكيشن. طب ومن هنا؟ ليج نيفيكيشن. اهو الليج نيفيكيشن ده هو مين؟ هو اللي حول لي الخلايا البارينكيما العاديه لسكيلي رايدز. طيب افتكر كده معايا، مين اللي لما باجي باكله يعمل كش في المنهج اللي انا شرحته، اللي بيقرمش؟ السكليرايدز بتاع الاندوكارب لما بتاع مين؟ بتاع الكب سيكم. يبقى الاندوكارب بتاع الكب سيكم بيعمل ايه؟ كش خروشه. يبقى مين؟ يبقى سكليرايدز. يبقى احنا كده لمينا كل ما يخص الاندوكارب. طب يا سيدي جميل. طب تعالى كده في ايه؟ نتكلم عن فيتا شويه. طيب الفيتا هلاقي شكلها عامل ازاي؟ بص يا سيدي، لو قلنا الفيتا ديت مثلا، نسحب الفيتا دي ونتكلم عنها شويه. الفيتا ديت لو موجوده عادي، معظم الحاجات اللي علينا في المنهج
بتبقى شكلها عامل ازاي؟ قلنا 4 في ايه و2 في ايه؟ 2 في الفنترال و4 في الدورزال. ده النورمال، دي الحاله رقم 1. ده العادي. طيب رقم 2، لو قلت لك نو فيتا، يعني حاجه اصلا الاكتف كونستيتوين بتاعتها مش فولاتايل اويل، احنا قلنا فيتا هي اللي شايله فولاتايل اويل، تقول لي مين؟ تقول لي ده الكونين او الكون يم، اللي هو مين؟ اللي هو الهيم لوك. طيب لو جيت قلت لك الفيتا ديت في منها اتنين في الفنترال، ده العادي رقم 3، 2 في الفنترال، بس جيت قلت لك في الدورزل زيرو في الدورزل، ده مين ده؟ تقول لي على طول ده الكورياندر، الكراويه، اسف الكزبره، يبقى ده مين؟ ده الكورياندر. طيب لو جينا نقول مثلا رقم 4، حاجه اسمها كلوب شيبد فيتا، ودي اظن شرحناها، لا مش شرحناهاش عندكم في العمل. ايه الكلوب؟ لو حد شاف ورق الكوتشينه، الكوتشينه بيبقى فيها شكل عامل كده، الشكل ده اسمه تريفل، بره اسمه كلوبس. الفيتا بتاعت اللي عندي اسمها كلوب شيبد فيتا بشكلها عامل كده، فيعتبر بتبقى شبهه شويه، فنسميها ايه؟ نسمي دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الامي فيزناجا، وباي ذا واي بتاعت الامي ميوس كمان، بيبقى اسمها ايه؟ كلوب شيبد فيتا. فالفيتا العاديه اصلا اللي هي الشكل العادي تبقى دايره، لو جيت خدت فيها حته تبقى نص دايره، والنص دايره دي جواها خلايا، الخلايا دي هي المسؤوله انها تخزن الفولاتايل اويل. جميل. طب الكلوب شيبد فيتا لو خدت منها برضو هلاقي نص دايره اهي، بس بص بقى، كانك لو جيت خدت قطاع هنا، لو دي حبان نص دايره، دي دايره ودي دايره ودي دايره ودي دايره ودي دايره، كانك خدت اس، فتلاقي كان فوقيها كور، الكور اللي فوقيها دي مين؟ دي الكلوب شيبد سيلز اللي شبه الكلوبس، يبقى ده شكلها في ايه؟ تحت الميكروسكوب، بيبقى شبه حتى خلايا النحل. طيب عندنا ايه تاني؟ رقم 5، البرانشد فيتا. مين بقى البرانشد فيتا اللي كانت ماسوره واحده وبقت كذا ماسوره؟ دي بتاعت مين؟ بتاعت الانايس. يبقى هنا المثال اللي عليها الانايس. يبقى احنا كده بنلم بشكل عام كل انواع الفيتا. طيب بص لي كده معايا، هتلاقي ده مين ده؟ قول لي دي التيستا. جميل، دي التيستا. جوه التيستا في مين؟ عايم كده الطفل بتاعها الامبريو، والامبريو ده عمال ياكل في الحاجات المنقطه الاحمر دي. طب مين الحاجات المنقطه الاحمر ديت؟ دي مين؟ دي الاندوسبرم. طب بص بقى، الاندوسبرم ده اشكال كتيره، ممكن يبقى الشكل العادي اللي احنا متعودين عليه اهو اهو اهو، فكانه في سطر واحد، كلمه في صف واحد مستقيم نقول عليه اورثو سبيرمس اندوسبرم، اورثو سبيرمس. طيب ده بيبقى موجود فين؟ موجود في كله، في الفينل والانايس وهكذا. بص بقى معايا الشكل ده، تلاقي الشكل عامل كده شبه الخيمه، شبه الخيمه، شبه الكامب، شبه الكامب. فشبه الخيمه ده يبقى سميه، او شبه الكامب يبقى سميه كامبيلو سبيرمس اندوسبيرم. طب الكامبيلو سبيرمس ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في حاجه اسمها الهيم لوك. وبص كده معايا بقى، عشان نثبت ان هو كان بيلو سبيرمس ده موجود في الهيملوك، لو جيت رسمتها في الخط الثاني اللي بالازرق ده وقمت عامله لك كده وقلت لك ان ده مين؟ ده الاندوسبيرم، يبقى اللي بالازرق ده، الخلايا اللي بالازرق اللي انا مخططها لك دي عباره عن ايه؟ عباره عن لاير كده اسمها، يا رب ما نكونش مسحناها، الكونين لاير. يبقى هي اللي بالازرق دي هي الكونين لاير. اخر نوع وده موجود في حاجه واحده بس، هنلاقي شكله عامل كده، عامل شبه كانه لازق حوالين بعضه، عامل كويلد، فممكن اسميه كويلد اندوسبيرم، او الكلمه الاصعب شويه اللي مش كلكم بيحفظوها اسمها كوليو سبيرمس. يبقى يا كويل يا كوليو سبيرمس، كويل على بعضه.
هفتكرها لي كده. كويلد او كوليوسبيرمس يبقى مين؟ كو وكو يبقى كور ياندر. كور ياندر. وطالما كور ياندر بالسي اهي يبقى بستخدم مين فيها؟ بستخدم الميري كارب الواحد ولا وهي مقفوله على بعضها؟ بستخدم كلها على بعضها. الكريمو كارب. افتكرها كده كانهم ملزوقين بكريمه. كريمو كارب. طيب بيبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى شكلها اوفل اهي. افتكرها لي ان هي اوفل واولها حرف الاو يبقى ايه؟ يبقى شكلها اوفل كده. طب لو قلت لك ان الكورياندر ساعات بيبقى شكلها الشكل ده. الشكل ده اسمه الليبسويدال، يعني بيضاوي او مسحوب وفيها كميه فولاتايل اويل قليله. يبقى ده على طول الادلتريشن بتاع الكورياندر، يبقى ده ادلتريتد كورياندر. اسمه ايه بقى؟ اسمه البومبي كورياندر اللي بيتزرع في الهند. اسمه البومبي كورياندر بيبقى الليبسويدال وفيه نسبه فولاتايل اويل ايه؟ قليله. طيب يا سيدي عندنا مين تاني بقى؟ الفايبرو فاسكولار باندلز. طيب الفايبرو فاسكولار باندلز دي انواع واشكال كتيره. والليجنيفايد ريتيكوليت بارينكيما كذلك. قال لك الليجنيفايد ريتيكوليت بارينكيما اصلا يعني ايه؟ ادي يا سيدي خليه بارينكيما، خليه بارانشيما، ودي خليه بارينكيما، ودي خليه بارينكيما، ودي كذلك، ودي كذلك. لو عايز احولهم لسكليرايدز بغلظهم. بس من هنا مثلا كده. قال لك بقى لو مش عايز احولهم لسكليرايدز وعايز احولهم لريتيكيوليت بارينكيما، يعني ايه ريتيكيوليت؟ يعني شبه الشبكه. اقوم عامل ايه؟ عامل من هنا كده 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 كده، وبين كل واحده والتانيه انزل برده نص كوره كده، وهي نص كوره نص كوره نص كوره وهكذا. طب الشكل دوت اسمه ايه؟ اسمه الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. ده موجود في الاغلب، في الاغلب موجود. بس الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما مش موجود في حاجتين. ابسنت في حاجتين. حاجتين اخوات. حاجه اسمها الانايس وحاجه اسمها الهيملوك. يبقى سواء انايس او هيملوك الاثنين ما فيهمش ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. وعشان كده هنلاقي البرايمري ريدجز بتاعت الانايس مش بارزه قوي لان ما عندوش ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. طيب بالنسبه للفايبر فاسكولار باندل قال لك لا دي اشكال كتيره بقى. ممكن تبقى فايبر فاسكولار باندل عاديه شكلها عامل كده. دي اللي موجوده في كله. ممكن يبقى شكلها مدبب قوي. دي موجوده فين؟ في الهيملوك. ممكن يبقى شكلها عامل كده. تقول لي هي انهي واحده فيهم؟ اولا العاديه دي بيبقى تحتها كده حاجه بالازرق اتفقنا عليها اسمها ايه؟ اللي هي الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. الهيملوك اتفقنا ما عندوش فالمثلث ده مش حاسس تحته حاجه. الشكل ده بقول لك اللي بالازرق ده برضه هو الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. يبقى اللي فوقه كله مثلا فايبر فاسكولار باندل؟ لا. اللي انا هلونه بالاحمر اللي شبه الهلال دوت بنقول عليه كريسنت شيد. كريسنت شيد يعني شبه هلال. وفوقيه شاي زوجينس دكت. شاي زوجينس دكت حاجه زياده عن العادي. الكريسنت ده بلاقيه فين؟ بلاقيه في الامي فيزناجا. وفوقيه الشاي زوجينس دكت اللي هلونها باللزقه دي اللي هنقطها باللزقه. طيب بس دي مالهاش علاقه شاي زوجينس دكت بس مالهاش علاقه بالبيت ده. ها بس احنا نسينا نقوله اصلا. هو يعني ايه شايزوجينس دكت؟ بص يا سيدي الخلايا اهي، الخلايا اهي. لو الخلايا اللي في النص دي دابت اتحللت حصل لها لايسز فنقول عليها لايزوجينس دكت. وفي هنا ممر الفيتا او للاسف الفولاتايل اويل يعدي منه. طب لو حصل لها ان هي بعدت عن بعضها حصل لها انفصال يبقى كانها جالها شيزوفرينيا انفصام. فلما تنفصل عن بعضها تسيب مسافه للفولاتايل اويل يتكون يمشي فيها. يبقى الدكت اللي بتنفصل عن بعضها الخلايا بنسميها الشايزوجينس دكت اللي هي مين؟ الفيتا. طيب يا سيدي يقول لك ايه بقى؟ هنا عندنا الشايزوجينس دكت دي موجوده فوق الكريسنت شيبد
فايبروفاسكولار باندل اللي موجوده فين؟ في الاني فيزنايه. هنا نقوله ان دوت السكندري ريدج وعندنا منه خمسه ممكن نسميه فيرو. ده نقول عليه البرايمري ريدج وعندنا منه خمسه وممكن اسميه ايه تاني؟ اسميه او ما اسموش حاجه تاني خلاص مش عليكم الاسم التاني. طيب حلو قوي لحد دلوقتي. طب انت كده لميت لي الدنيا لما نوعا ما كويسه. ممكن بعد اذنك تقول لي بقى التقيسات الفاضله، التقيسات ايه؟ هو ده التقيس بتاع مين؟ ده بتاع الفنجل. اهو بتاع الفنجل. طيب تعالى بقى ناخد كل حاجه ونرسم لها التقيس بتاعها جنبها. عندنا مثلا الانايس، ناخد الانايس من هنا من البارل اندوكار، او بلاش ناخد من هنا، هناخده من فوق اللي هو ايه؟ من هنا. الانايس قلت لك ان ما عندهاش ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما، والفايبروفاسكولار باندل بتاعها نسينا نقوله ان الفايبروفاسكولار باندل بتاعها شكله صغنون قوي، عامل كده دايره، نص دايره صندوطه. فتعالى كده نرسم التي اس. قلنا بنرسم ايه؟ بنرسم بيت، بس المره دي البيت مش هيكون واقف قوي، هيكون كده ايه؟ ناعم شويه، عامل كيرف شويه كده. وبص كده البرايمري ريدجز عامله ازاي؟ ضعيفه قوي، ضعيفه. ادي اهو البرايمري ريدج بشبه علامه باتمان شويه كده. وتحت كل برايمري ريدج في فايبروفاسكولار باندلز وغنطوطه كده، هي موجوده اه بس صغيره، فايبروفاسكولار باندل. وكنا بنرسم جوه بيت تاني، والبيت التاني ده كنا رسمنا جواه التيستا، والتيستا جواه الاندوسبيرم والامبريو، دي ثابته زي ما هي. بس هل هنا رسمت الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما؟ لا. طيب وعليها ما يميز الانايس قوي، الانايس عليه شعر. الشعر ده شفناه كده شكله كان عامل كده كده، هاي ليجنيفايد او تخين وردي وبلانت، وكنا بنقول ان هو شبه الموزه صغنطوط كده. طيب ايه تاني مميز غير الشعر وغير ان هو ما عندوش ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما، عنده فايبروفاسكولار باندل بس؟ قال لك الشكل بتاعه، الشكل ده اصلا اسمه ايه؟ اسمه irregular pentagon. يعني ايه irregular pentagon؟ يعني شكل خماسي غير متوازي الاضلاع، يعني الضلع ده ممكن يكون قد الضلع ده، انما اكيد مش قد الضلع ده، واكيد مش قد الضلع ده، واكيد مش قد الضلع ده. انما هنا يبقى شكله نص دايره، هيمي سفيريكال، هيمي سفير، يعني نص دايره. طيب جميل كده، احنا خدنا التي اس بتاع الانايس وخدنا التي اس بتاع الفيلم، يبقى ده مين ده؟ ده رقم اثنين كده الانايس. علينا تي اس مين تاني؟ هو مش علينا بس هنقوله بالمره. مين؟ الهيمروك. الهيمروك اتفقنا ان عنده حاجتين، عنده كامبيلوسبيرمس اندوسبيرم وما عندوش فيتا. شكله بيبقى عامل ازاي؟ شكله عامل كده. من قبل ما ابدا اي حاجه، البيت دوت قد بعضه يبقى متوازي الاضلاع، يعني بدل ما يبقى الريجولار بنتاجون هيبقى الريجولار بنتاجون. بص كده قبل ما اكمل، في واحد تاني كمان ريجولار بنتاجون اللي هو مين؟ يبقى انا هنا هرسم الهيملوك. في واحد تاني ريجولار بنتاجون اللي هو مين؟ الامي، الامي فيس ناجا. طيب الهيملوك شكله عامل ازاي؟ النهايات بتاعته عامله كده، ده يدل الحركه اللي احنا قلنا عليها، الفايبروفاسكولار باندل بتاعته مدببه. ادي يا سيدي من الازرق اهو الفايبروفاسكولار باندل بتاعته شديده. بس هل عنده، هل عنده ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما؟ نو ليجنيفايد ريتيكيوليت بارينكيما. وفي النص هنا اللي بالاحمر اللي انا هرسمه ده، دي طبقه سامه جدا، طبقه سامه جدا اسمها طبقه ايه؟ الكونين لاير. ام الاندوسبيرم دخل لجوه بقى شبه ايه؟ شبه الكامب، يبقى على طول اسمه كامبيلو سبيرمس اندوسبيرم. واللي هكمل عليها بالنزله دي قلنا مين؟ هي ديت الكونين لاير. تعالى كده نكتب هنا الكونين لاير،
اللي هي ميوكونين اللي هي موديفايد اندو كارب. طيب ومين دوت اللي قاعد بالعرض كده دوت بياكل اللي على راحته ده؟ مين ده؟ ده الامبريو بتاع الهيملوك. طيب بالنسبه للامبريس ناجا، الامبريس ناجا بقى علينا التيس بتاعه عامل ازاي؟ برضو ريجولار باترن. جميل. بص بقى المره دي حاسس اول حاجه عشان تبقى متخيل البيتا 1 2 3 4 في الفنترال، في اسف الدورزال، واثنين بس في الفنترال. طب ليه؟ عشان الانفيس ناجا البيتا بتاعتها بالشكل دوت اللي هو مين؟ الكلاب شيب. فتعالى كده نحط كلاب شيب لكل واحده فيهم، اهو كلاب شيب، وهنا برضو ايه؟ كلاب شيب، وهنا كلاب شيب، وهنا كلاب شيب. طيب واللي من جوه ده مين؟ ده الاندو كارب، وجواه برضو تيستا والبيبي. ما يهمنيش الكلام ده. طب انا ليه رسمت الفيتا قبل ما ارسم البيبي كارب؟ اقول لك عشان احنا متفقين مع بعض ان في حاجه اسمها البرايمري رينج. ادي يا سيدي البرايمري رينج، وهنا في برايمري رينج، وهنا برايمري رينج، وهنا برايمري رينج، وهنا برايمري رينج. جميل. كلهم ما بينهم سكندري ريج. بس بصوا المره دي هنعملهم ازاي؟ في حته بس صغنطوطه كده هتطلع في السكندري ريج، وحته صغنطوطه هتطلع، وحته صغنطوطه هتطلع، وحته صغنطوطه هتطلع، وحته ثانيه هتطلع من هنا، وهنا برضه حته صغنطوطه ايه؟ هتطلع. طب الحته الصغنطوطه دي هل نقدر نعتبرها برايمري ريج؟ لا، هو بس مجرد السكندري ريج مزقوق شويه واخد كتف. بسبب مين؟ بسبب الشكل دوت بتاع الفيتا. الفيتا دي شكلها غريب، شكلها ايه؟ بيقول لك كلاب شيب، فعامله حته بارزه شويه، انما دي مش برايمري ريدج، دي سكندري ريدج عادي. طب بص كده بعد اذنك، كان هنا كان بيبقى في حاجه اسمها فايبرو فاسكولار باندل، وانت قايل لي ان الفايبرو فاسكولار باندل بتاع الاميفيز ناجا والاميفيجس، او بالذات الاميفيز ناجا اسف، الاميفيز ناجا بيبقى شكله غريب. طب شكله غريب ازاي؟ قال لك بكل بساطه كان شبه ايه؟ كريسنت شيبد. فكنا بنرسم ايه اول حاجه من فوق؟ حاجه كده مكوره وتحتها كريسنت شيبد، وتحتها حاجه مربعه. حاجه مكوره كريسنت مربعه، مكوره كريسنت مربعه، مكوره كريسنت مربعه، مكوره كريسنت مربعه. طيب ايه الحاجه المكوره قلنا؟ دي حاجه اسمها شايزوجينس دكت. طب وايه حاجه الكريسنت؟ ده الفايبر فاسكولار باندل. طب والحاجه اللي تحتها اللي دايما كنا بنلونها بالازرق اهي عشان ما حدش يقول ان احنا غلطانين في حاجه، ده مين ده؟ الليجنيفايد ريتيكيوليت بارينج. بص بقى كده، لو جينا خدنا القطاع التي اس ده كنا بنشوفه حاجتين مدورين، مين ومين؟ الفيتا والكاربوفور. طب الفيتا وشفناها مدوره، طب الكاربوفور هيبقى فين؟ هو الكاربوفور لازم من الناحيه الكوميزورال او الفنترال ولا الدورزال؟ من الناحيه الفنترال. يبقى هيبان هنا، هيبان هنا فين؟ لو ادي الشكل اهو بيبان هنا كدايره كده. الشكل دوت ده مين ده؟ ده قطاع في الكاربو فور، عشان لو جالك ليبل بس مش اكتر. طيب جميل كده، بعد اذنك تصور تاخد السبوره دي سكرين شوت، وده كده يعتبر معظم الكي المنت والتي اسات اللي علينا في المنهج. ده انت كمان حاطط لك كمان تي اسات زياده اللي هي بتاع مين؟ بتاع الهيبلوك. الهيبلوك ده مش عليك بس، عليك النظري بتاعه. اخر حاجه بس عشان نسينا نقولها، التيست ديت ما بنبصهاش كتير، بس الحاجه الوحيده اللي بنبص او الحاجه الوحيده اللي في منهجنا بتاع الفوز اللي بنبص فيها على التيستا هو مين؟ هو الكابسيكم، لان عنده تيستا مميزه جدا. شكلها عامل ازاي؟ فيري ويفي وفيري ليجنيفايد، تبقى شبه ايه؟ النجوم كده اهي، وتلاقيها ايه؟ فيري ويفي وفيري ليجنيفايد. لما تيجي كنا حتى تحت الميكروسكوب لما نيجي يقولوا شوفوها تلاقوها عامله شبه المخ، لانها فيري ويفي وفيري ليجنيفايد. يبقى ده مين ده؟ ده التيستا اوف كابسكم. طيب كده يعتبر احنا خلصنا السبوره الحلوه ديت، دي لما كل الهرتله بتاعت المنهج. السبوره الجايه هنحاول نلم فيها الفروتس او على الاقل نص الفروتس. يلا بينا. هنبدا بقى دلوقتي يا شباب الفروتس كونتيننج او مدسل الفروتس كونتيننج فولاتايل اويل، اللي هم كانوا مين؟ كانوا حوالي 10. هنبداهم مع بعض اللي هم مين؟ فانيل، انايس، هيملوك، اميفيز ناجا، اميجس، كورياندر، كارويدل. دول لحد هنا
قالت ابيسي، وعندنا بعدهم اثنين ستار نايس وفانيلا كود. على كل حاجه انت اوريدي عارف والله حاجات كتير منها. طيب هناخد الفينل والانايس مع بعض. الديفينيشن بتاع الفينل حاجه اسمها درايد رايب فروت درف، ده حاجه اسمها فونيك يولم فول جال. طب الانايس بيم بينلم انيسم، الاثنين عيله ايه؟ اكيد عيله ابيسي او امبليفر. الاثنين دول فيهم اكتف كونستيتوت مين؟ فولاتايل اويل. الفينل فيه فولاتايل اويل مخصوص والانايس فيه حاجه مخصوصه. في هنا في الفينل حاجه، في حاجه يعني هنا في حاجه مخصوصه وهنا في حاجه مخصوصه. هنا في حاجه في الفينل اسمها فين كون، وفي الانايس في حاجه مخصوصه اسمها الكو مارينز. طيب بالنسبه للفينل والانايس مشتركين في ايه؟ مشتركين في حاجه اسمها اني ثول، ومعاهم كمان مين؟ معاهم كمان الاستراجول. طيب وتلاقي كمان مشترك معاهم الحاجات بتاعت اللي موجوده جوه اللي انا لما باجي بطحن بطحن الفروت مع السيد، فنلاقي معاه شويه فلافونويد، شويه بروتينز، شويه فيكسد اويل. يبقى الاثنين دول برضو مشتركين فين؟ في الاثنين. طيب يبقى هنا المميز في الانايس الكومارينز، والمميز في البانل الفينكون. طب ليه مميز في الانايس كومارينز؟ عشان الكومارينز دول شبه الوارفرين، عندهم قدره انه يزود سيوله الدم. يبقى ده مين ده؟ ده الكومارين. فما ينفعش اخدها مع حاجه ثانيه بتزود سيوله الدم. شبه مين؟ كنا جمعنا في كلمه جاو، جينكو، وارفرين، اسبرين. طيب اليوزس، اي حاجه في الدنيا فيها فولاتايل اويل بستخدمها عشان تو ميجر سيستمز، الجي اي تي والريسبيراتوري تراكت. في الجي اي تي بنقعد بقى نقول ايه الكلام الحلو الجميل بتاعنا ده، يكون كارمنتيف. ممكن اشيل كلمه كارمنتيف بقول انتي فلاتولنس فور تريتمنت اوف ديسبابسيا. بس بص الدكتوره السنه دي مأكده على حاجه ان هما سيمتوماتيك. يعني ايه سيمتوماتيك؟ يعني مجرد بيشيلوا الاعراض، بيشيلوا وجع الوجع، بيشيلوا الحموضه، ده ما بيعالجكش 100%. يبقى كارمنتيف فور تريتمنت اوف ديسبابسيا، طارد الغازات ولعسر الهضم. فور بنشتغل از انتي سبازموديك، يعني مضاد للتقلصات. طب بالنسبه للريسبيراتوري تراكت، كان في المنثا والثايم في جزء الميديسينال هيربس كان اي حاجه من فولاتايل اويل بتشتغل في الريسبيراتوري تراكت از كاف سيلاتيف، مهدئ للكحه الناشفه. انما هنا للكحه الطريه، كلمه كحه طريه يعني ايه؟ يعني ويت كاف. طب والويت كاف ديت بعالجها بايه؟ باني اطرد البلغم دوت، يبقى استخدمه از اكسبكتورنت. هنا بيبقى اكسبكتورنت اكتر منه ان هو مهدئ للكحه. طيب بيشتغل ايه تاني؟ قال لك بيشتغل حاجتين مميزين قوي. حاجه اسمها اللاكتاجوج. يعني ايه اللاكتاجوج؟ قال لك هو في ماده اسمها استراجول. الاستراجول دي بنقول عليها حاجه اسمها فايتو استروجين، يعني استروجين نباتي. فالفايتو استروجين دوت بيزود اللبن عند الستات الحوامل، ساعات بيقولوا عليه لاكتاجوج او ساعات الدكتوره تقول عليه جالاكتاجوج. هي هي، يبقى لاكتاجوج زي جالاكتاجوج. ساعات بقى الستات يقول لك مثلا ايه، انا بقى لي يا دكتور اسبوعين الطمس او الدوره ما جاتليش في ميعادها. حاجه من اتنين، لو الاسبوعين دول طولوا اكتر يبقى الست دي لازم تكشف، لو هي متجوزه تكشف ان هي حامل ولا لا. طب لو مش متجوزه يبقى في عدم انتظام في الدوره الشهريه، بنقول عليها ديزمينوريا. كلمه ريا يعني فلو، مينو جايه من ايه؟ المنسترال سايكل، وديس يعني منقطع شويه. طب لو قلت لك ايمينوريا، ايمينوريا يعني منقطع تماما، بس هو هنا مش بيعالج الايمينوريا، بيعالج الديزمينوريا. الفينل بقى مخصص لحاجه اسمها، هو قلنا ان هو بيشتغل على الجي اي تي والريسبيراتوري تراك، كنا قايلين كمان في جزء الهيربس ان هو بيشتغل برضه على السي ان اس، بيشتغل كمهدئ فيقلل الوجع بتاع حاجه اسمها السكروتال هيرنيا. طب معلش بعد اذنك كده فهمني ايه السكروتال هيرنيا دي اصلا؟ قال لك بيبقى عندنا كده حاجه اسمها السكروتم، سكروتم ساك.
السكروتم ساك ده هو اللي شايل مين؟ شايل التستس، التستس بتاعت الراجل. فالسكروتم ده بيبقى طالع كده منه حاجه اسمها ابيدالمس. طب فوق السكروتم في الانتستن، ادي الانتستن. الانتستن دي بتبقى متحوطه بغلاف كده، مش مهم عليك اسمه دلوقتي. الغلاف ده لو اتفتح، بص مش اتفتح بقى، اتفتق، عشان السكروتال هيرنيا هي الفتاء. لو اتفتق يقوم مين اللي نازل؟ يقوم حته من الانتستن نازله تحت على السكروتم، ومع اي حركه تزق التستس على حيطه السكروتم، فالراجل يحس بوجع شديد في بطنه وكليته، ووجع شديد في جنابه بسبب ان الحته من الانتستن دي بتضغط على التستس. فيقول لك ده ايه؟ دوت هو الفتاء. فهو بيقلل السكروتال هيرنيال بين، السكروتال هيرنيا بين وجع الفتاء، عشان بيشتغل على السي ان اس بيهدي. ده كده كل ما يخص الانايس والفيلم. فاضل لي حاجه في الانايس، ان الانايس از ادلتريتد باي الهيملوك، عشان شبه بعض قوي. الهيملوك اسمه ايه؟ اسمه كون يم بالانجلش. طب اسمه باللاتين ايه؟ كونيوم برضو ماكيولاتم. طيب الاكتف كوليسيدو بتاعت الكونيوم، اتفقنا مع بعض ان في حاجه اسمها فولاتايل الكالويد، اسمهم ايه؟ اسمهم كونين. طب الكونين دوت دلوقتي بنستخدمه؟ لا، دلوقتي از اوب سوليت. عندنا اثنين في المنهج اوبسوليت، هنبقى ناخد الثانيه قدام. طب الحاجه الاوبسوليت ديت كنا بنستخدمها زمان في ايه؟ كنا زمان بنستخدمها لسببين. اول حاجه عشان الريسبيراتوري تراك، كنا بنستخدم از كف سيرتيف، مهدئ الكحه فور ازمه، لعلاج الازمه. والموضوع ده مضحك جدا، هنعرف ليه كمان شويه. او تعالى اقولها دلوقتي بالمره. لان هو اوبسوليت عشان حاليا بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري باراليسيز، يعني الاكسس دوز بتاعته. يعني بالظبط انت لو عايز تموت واحد مخنوق تبدل له فتله اليانسون بتاعته بفتله هيملوك، يموت في ساعتها، شايل هيملوك يموته في ساعتها. طيب بيعمل حاجه ريسبيراتوري اسمها ريسبيراتوري باراليسيز، حاجه تؤدي الى ديث، موت في ساعتها. طب زمان كنا بنستخدمه في ايه تاني؟ لحاجه اسمها، كانوا بيستخدموه انتي ابي لابتك، مضاد للتشنجات. طب حد عارف حاجه لو دخلت في جسمي تعمل لي برضه تشنجات؟ التيتانوس. التيتانوس ده عباره عن لو حد مثلا، ده بيبقى مثلا مسمار موجود في الارض. المسمار اللي موجود في الارض دوت ايه الفكره فيه؟ قال لك المسمار ده عليه حاجه اسمها كولستريديوم تيتناي، دي نوع من البكتيريا. لما المسمار بيخترق ايدك بيوصل للدم. الكلوستريديوم تيتنايد دي تشتغل على الدم، تعمل سبتسيميا وتخليك تتشنج جامد بقى ان شاء الله على اي حد يعني. فبناخد لها اول ما بنتولد بناخد لها حقن التيتانوس او تطعيم التيتانوس. طب هو تطعيم التيتانوس ده مدته قد ايه قبل ما يخلص من جسمي؟ تطعيم التيتانوس بيقعد حوالي 10 سنين، يعني ابنك لو عنده 9 سنين وتشك بمسمار، طبعا الاصح انك تروح تطعمه تاني. بس لو عنده 9 سنين في الغالب هو لسه التطعيم شغال. تقول لي هو التطعيم بيخلص؟ عايز يعرف يكلمني بقى وافهمه ازاي. يبقى التيتانوس دوت، او الابيليبسي كان مين بيعالجهم؟ الهيملوك. بس دلوقتي وقفناه ليه؟ لو بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري باراليسيس. طب الكونين ده لو حبيت اكشف عنه في الباودر بتاع الانايس كنا بنعمل ايه؟ يا ماير فيديني كريمي بي بي تي، بس ده مش حاجة مؤكدة 100% ان ده كونين، او حاطط له كي او اتش ليكويد او سيرب او يعني سوليوشن، كي او اتش سوليوشن اسف، هيديني ريحة فار ميت، يبقى ماوس لايك اودر، ريحة الفئران. وده كل اللي احنا عايزين نعرفه عن الهيملوك. الامي فيزناجا والامي ميجس، الاثنين باللاتن امي فيزناجا وامي ميجس، والاثنين درايد رايب فروت. طب والفينل والانايس؟ درايد رايب فروت. امال الهيملوك كان ايه؟ ايوه ده كان ان رايب فروت، درايد ان رايب فروت. يبقى الاول واحد في الان رايب، كان عندنا اربعه ان رايب
وتلاتة نيرلي رايت. طيب الامي فيزناجا باللاتين اسمه امي فيزناجا، والامي ميجس اسمه امي فيزناجا، دراي دراي فروت في امي فيزناجا، والامي ميجس دراي دراي فروت في امي ميجس. طيب اكتف كونستيكوانت هنا واكتف كونستيكوانت هنا. الامي ميجس اسمه الثاني اسمه البيشوبس ويد. كان عندنا بيشوب، بيشوب البيشوب ده كان اسمه بيشوي، ما علينا من قصته دلوقتي. اسمه بيشوبس ويد اللي هي عشبه بيشوب. ده مين ده؟ ده الامي ميجس. الاكتف كونستيكوانت هنا ايه؟ والاكتف كونستيتوانت هنا ايه؟ قال لك قبل ما نروح الاكتف كونستيتوانت، عمه بيشوب دوت، عمه بيشوي دوت كان كليته بتوجعه، فواحد اشار عليه انه يستخدم ميكس ما بين الامي ميجس والامي فيزناجا. الامي ميجس والامي فيزناجا، وبعد فتره بطل يستخدم الامي ميجس وبقى بيستخدم الامي فيزناجا فقط. ليه؟ افتكر لي القصه دي وهقولها لك كمان شويه. طيب الاكتف كونستيتوانت في الامي فيزناجا اسمهم ايه؟ بص كده معايا واحده واحده شويه الاستراكشرات دول، استمتع بالعلم. ده عباره عن بنزين، لما احط جنبه الشكل دوت، الشكل ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كرومون. طيب الاثنين مع بعض اسمهم كرومون. طب لو حطيت جنبهم بالازرق كده حلقه خماسيه فيها او، الحلقه الخماسيه اللي فيها او دي اسمها فيوران، فيبقى ده اسمه فيورانو كرومون. طيب تعالى كده معايا تاني، ده مين ده؟ بنزينه، اهي نفس البنزينه، والبنزينه دي جنبها حلقه برضو سداسيه بس المره دي فيها او، والدبل بوند او الثانيه جنبها على طول، يبقى دي ما اسمهاش كرومون، دي اسمها كومارين. طيب يبقى هو ده الكومارين اللي هنا، جميل. طب بعد الكومارين ده، بعد ما رسمت الكومارين قمت جيت برضو بالازرق بس المره دي رسمت حلقه سداسيه وفيها او، الحلقه السداسيه دي اسمها باي رانو او بايران، يبقى اسمه بايرانو كومارين، فيورانو كرومون وبايرانو كومارين. بص يا سيدي كده معايا، الفيورانو كرومون دول اسمهم ايه؟ اسمهم جاما بايرونز. يعني ايه جاما؟ بص كده معايا، الفا بيتا جاما، الفرق ما بين الاكسجينتين ثلاث كربونات. طب البايرانو كومارينز اسمهم الفا بايران بايرونز، اسف الفا بايرونز. طب بص كده معايا، الفا يبقى فعلا اهو ده جاما بايرون وده الفا بايرون. طب الفيورانو كومارون اللي كرومون اسف اللي موجوده في الامي فيزناجا حاجتين، حاجه اسمها الخلين، لان الاثنين دول اسمهم بذره الخله. طب هل هم بذور سيدز؟ لا، هم عباره عن فروز بس صغيرين واسمهم الخله، يبقى الاثنين ممكن نسميهم خله، خله. طيب يبقى فيها خلين، وغير ان فيها خلين فيها مش دي جاما اهي بالجي جاما، يبقى فيها فيز نا جين جاما فيز نا جين. طيب البايرانو كومارينز، قال لك البايرانو كومارينز المثال اللي علينا مش ده الفا؟ اللي في حياتنا رقم واحد والفا هو الدين، الدين بتاعنا رقم الفا رقم واحد، فيبقى اسمه فيز نا دين، فيز نا دين. جميل جدا، يبقى انا عندي كده خلين فيز نا جين فيز نا دين. طب بص كده بالمقارنه الامي ميجس او البيشوب سويد، بصوا جواها ايه؟ لو قلت لك ان جواها حاجه اسمها فيورانو كومارين، يعني ايه فيورانو كومارين؟ اوبا، جمعت حتتين، جمعت حته الفيورانو من فوق والكومارين من تحت. فبص كده معايا بعد اذنك هيبقى شكلها عامل ازاي؟ انت خلاص توقعت، ادي مين دوت؟ بنزينه اهو، والبنزينه دي لازم فيها بالاحمر عشان اكملها كومارين، لازم يبقى هنا دبل بوند او اهو جنب الاكسجين، والفلورانو حلقه خماسيه فيها اكسجين، يبقى ده مين ده؟ ده الفيورانو كومارين، ده الفيورانو كومارين اهو، بيبقى شكله عامل كده اهو وكده. تمام تمام جدا. بص يا سيدي، لو قلت لك الفيورانو كومارينز دول اسمهم ايه؟ تقول لي هم من عيله اسمها ايه؟ الفيورانو كومارينز عيلتين، ما عليك من الكلام ده مش مهم، هي عيله اسمها حاجه اسمها انجلي سين او
حاجه اسمها السورا لين. اللي عندنا هنا في الانيميجس من عينه السورا لينز والبي سايلنت. السورالينز، السورالينز دول اساميهم ايه بقى؟ عد معايا يا سيدي. حاجه اسمها امبيراتونين. الامبيراتونين ده ليه اسم تاني؟ اسمه اميدين، جاي من كلمه اني يعني انيميجس. طيب غير الامبيراتونين في عندي حاجه اسمها برجابتين، والبرجابتين ده ليه اسم تاني؟ اسمه امجودين، جاي من اميميجس امجودين. طب واخر حاجه، حاجه اسمها زانثوتوكسين، والزانثوتوكسين ده اسمه ايه؟ اسمه ام يودين، مش اميدين واحد، ده اثنين اميودين، اميودين. طيب استخدام الاميميجس ايه واستخدام الاميفيزناجا ايه؟ قال لك الاميفيزناجا بتستخدم از سمر. يعني ايه سمر؟ سموز ماسل ريلاكسنت، بيبسط العضلات اللي ما اقدرش احركها بنفسي، سموز ماسل. حاجه شبه بيعالج ثلاث حاجات، يعالج الانجينا في القلب، يعالج الازمه في اللنج، يعالج الرينال كوليك يعني الم الكلى في الكلى. طب الكلى سموز ماسل، الازمه سموز ماسل. طب الهارت ده كاردياك ماسل، ازاي بيعالجه؟ قال لك هي الانجينا اصلا عباره عن ان الدم اللي مش الدم اللي بيغذي القلب عن طريق الكورونري ارتريز، الارتريز اللي برضه ما اقدرش اتحكم فيها سموز ماسل، مش موصله للقلب دم كويس. فانا بعمل لها فازو دايليتيشن، مش عليك الكلام اللي انا هقوله ده، ان هي بتبقى بوتنت فازو دايليتورز، بوتنت فازو دايليتورز. حاليا ما بقيناش نستخدمها، ما بقيناش نستخدمها للانجينا. ما علينا، ما نقدرش نقول عليها اوبسوليت قوي، لانها دلوقتي بتستخدم فقط في رينال كوليكس. بالمناسبه موجوده في السوق في دواء اسمه كيلاجون، وعرفت طبعا انت تلقط بساعتها ان كيلاجون جاي من كلمه خله، كيلا جاي من كلمه خله. طيب بالنسبه للانيميجس الثلاث دول بنستخدمهم في ايه؟ قال لك بص كده معايا، هل انا هرسمه ده دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل. فتعالى كده بص معايا، لو انا شايف الاسود دوت اهو 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 اهو، كل ده ايه؟ كل دوت عباره عن حاجه اسمها هايلي كونجيجيتد سيستم. فالهايلي كونجيجيتد سيستم ده احنا عارفين انه بيزود الابزوربشن. فحضرتك تاخد اي حاجه فيها اميميجس وتطلع للشمس، جلدك يزود الابزوربشن بتاع الشمس بتاع اليو في لايت، فتلاقي جلدك اتحرق. فاكرين قصه الولد اللي اسمه البيشوب اللي اسمه بيشوي اللي كان بياخد حاجات لكليته، فبعد كده استخدم الاميفيزناجا ووقف استخدام الاميميجس؟ وقف استخدامها ليه؟ عشان لقى نفسه وهو ما بيطلع الشمس بتحرقه، فبيعمل حاجه اسمها فوتو سن سيتايزيشن او فوتو سنسيتيفيتي، بيزود حساسيه جلدك ليه؟ للشمس. جميل جدا. فقلنا نستخدمها في علاج الناس اللي عندها بقع بيضه في وشها. فبنستخدمها ازاي؟ قال لك بنستخدمها مع حاجه اسمها البي يو في اي، بنسميها بوفا، بنسميها السورالين بالبي دي سورالين ويز ذا يو في اللايت اللي اسمه الترا فايلت ات ذا ريجون اي. ايه ده ثانيه؟ يعني هو اليو في 3 اكتر من ريجون؟ اه اليو في 3 ريجون، ريجون A، ريجون B، ريجون C. أأمن حاجة الريجون A. فبنستخدم السورالين مع اليو في ات ذا ريجون A. طيب بستخدمها عشان الناس اللي عندها بطع بيضاء، البطع البيضاء اللي في الجلد دي اسمها إيه؟ اسمها أكوايرد ليوكوديرما. يعني إيه بقى كلمة أكوايرد ليوكوديرما؟ يعني جلدي واخد صبغة بيضاء. اسمها التاني فيتي ليجو، اللي هي ايه بقى بالاخر كده؟ البهاء.
طب مين تاني؟ حاجه اسمها غير ان هو بيعالج الاكوارد ليكوديرما، بقى حاجه اسمها السورايزيس. ايه السورايزيس ديت؟ الصدى فين؟ الصدى فين؟ سواء دي او دي بتتعالج بالبوفا سورالين والزيوفي ات ذا ريجون ايه؟ بستخدمها ازاي؟ بالمناسبه انت ما بتاخدهاش وتطلع للشمس، ده مش حاجه او تي سي، لازم تبقى عن طريق طبيب، والطبيب ده بيوصف لك ملي جرامز معينه تاخدها وتيجي بعدها تعمل تانينج بيتز، فجلدك يتحسس والبيجمنتس او البيجمنت سيلز بتاع جلدك تبدا تشتغل فتسمر اكتر الحتت الغامقه ديت. طيب ده مين ده؟ ده بالنسبه للامي فيزنايا والامي ميجوس. عرفنا طبعا ازاي بنعمل التيست بتاعهم، تيست تيوب جواها الباودر اسخنها، ولو سخنتها وخدت 2 ل 3 دروبس وحطيتهم على باليت من الكي او اتش واديت لي لون ريد، طب اديت لي لون احمر، يبقى اللي كان عندي دوت امي فيز ناجا او امي ميجوس مغشوشة بامي فيز ناجا. طيب الثلاثه الاخوات كورياندر كاراوي ديل، طبعا انا عرفتكم هنحفظهم ازاي في الـ في الـ في, الـ في الحصص. كورياندر كنا بنقول اسمه درايد نيرلي رايب، درايد نيرلي رايب بتاع حاجه اسمها كورياندرم ساتايبرم. طب الكاراوي كاريام كارفي، وقلنا الدل انيسه الخطيره انيثم جرافيولنس. طيب ما يهمنيش الا غير كورياندر ستايل. طيب اكتف كونستيتوانت الكورياندر فيها اثنين فولاتايل اويل اسمهم ايه؟ اسمهم لينا لول وباي نين، وانتوا حافظينهم من العملي. طب الاثنين دول فيهم نفس الفولاتايل اويل اسمهم ايه؟ اسمه كارفون، واسمه ايه تاني؟ اسمه ليمونين. يبقى طالما عندهم نفس الفولاتايل اويل يبقى عندهم نفس الريحه اللي هي ريحه مين؟ ريحه الكاراوي، سواء كاراوي او دل بياخد درف دراي دراي فروت. طيب يوزز كلهم بيستخدموا از فليفرنج ايجنت، حاجه بتدي طعم، بيستخدموا از طارد غازات كارميناتيف، بيستخدموا از انتي سبازموديك مضاد للتقلصات. بس يهمني قوي مين بقى؟ يهمني الكراويه قوي. الكراويه بتستخدم عشان طعمها حلو مستساغه، بنحط الكراويه كاراوي ووتر، ميه الكراويه، والدل ووتر ميه الدل، وبنحط معاهم انايس ووتر وفينل ووتر، ونجمعهم مع بعض كده ويطلعوا لي حاجه اسمها جرايب ووتر. مين جرايب ووتر ديت بقى؟ ماء غريب. هو ماء غريب ده مسؤول ان هو يشتغل انتي سبازموديك لمين؟ للانفانتس الاطفال الصغيره. جميل. الستار نايس، انا كده خلصت عيله ايه؟ عيله ابيسي. قلنا الستار نايس ده اسمه بالانجلش او اسمه باللاتين اسمه اليسيوم فيرم، من عيله ايه؟ عيله ماجنولييسي. والناس اللي كانوا معايا في الكورس حفظتها لكم بطريقه معينه كده مش عارف اقولها على اليوتيوب بقى. والفانيلا، الفانيلا اسمها فانيلا تاهيتينسس، تاهيتينسس اللي هي بتتزرع في تاهيتي، او فانيلا بلاني فوليوم. ليه؟ لان زي ما قلنا بلاني جاي من كلمه بلين ملهاش طعم، بلاني فوليوم عشان احنا اول ما بنلقطها يبقى لونها اخضر وملهاش طعم. طيب ستار نايس وفانيلا. طيب الستار نايس درايد رايب فروت عادي جدا. طب الفانيلا كنت بقول لك ان هي لازم تبقى كيورد. يعني ايه كيورد؟ يعني محصول لها فيرمنتيشن، وبناخدها في انهي حاله؟ فولي جرون بس لونها اخضر يبقى ان رايب. طب طالما ان رايب لازم اسيبها تنضج، بسيبها تنضج ازاي؟ بعملها فيرمنتيشن. الاكتف كونستيتوانت اللي فيها وهي فولي جرون بس ان رايب جلايكوزايد اسمه ايه؟ اسمه جلوكو فانيلين. عشان نطلع الريحه منها
بطلع الفانيلين منها، يبقى لازم اعمل لها حاجه اسمها كيورنج، يبقى الفانيلين هو اللي بيديها طعم. بستخدمها في ايه؟ او ابروفد باي كوميشن اي، الكوميشن اي ابروفد عليها ان هي فليفرنج ايجنت، طعم، بتدي طعم للادويه او بتدي طعم لاي حاجه. وبتستخدم كمان لايه؟ في البرفيومري. ايه ده ثانيه، هو في برفيوم بريحه الفانيليا؟ اه، وغير كده ممكن يبقى البرفيوم مش بريحه الفانيلا بس فيه فانيلين عادي جدا كمكون من المكونات. طب انت ما قلتليش حوار الاسترانايز. الاسترانايز بكل بساطه الاكتيف كونتنت اللي فيه فولاتايل اويل. طبعا الفولاتايل اويل ده بقى اسمه ايه؟ نفس الفولاتايل اويل المهم بتاع الانايز، اسمه مين؟ اسمه اني ثول. وقلنا ان هو بيبقى اوفيشال از اويل شبه الاويل بتاع الانايز، اسمه اوليوم انيزي. طيب كنت بستخدمه في ايه؟ كاي فولاتايل اويل في الدنيا، كارمينتيف انتي سبازموديك انتي فلاتيولنس، الكلام الجميل ده كله. اللي يهمني بقى مين بقى؟ هنا كمان بالذات في الانفنت، في الاطفال، في الانفنت كوليكس كمان. يهمني بقى بالذات مين بقى؟ حاجه ثانيه غير الفولاتايل اويل اسمها ايه؟ كنا بنقول عليها شيكيميك اسيد. الشيكيميك اسيد ده قلنا في شركه في ايام انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور استولت على كل الاسترانايز. الشركه دي اسمها روش، وقامت مصنعه من كل الاسترانايز شيكيميك، مستخرجه منه الشيكيميك اسيد، وحولت فيه، عملته السيمي سانثيز، وغيرت في الاستراكشر بتاعه، وحولت الشيكيميك اسيد لحاجه اسمها ايه؟ اوسلتاميفير. وقلنا فير يبقى بيهاجم ال H1N1. والاوسلتاميفير دوت، الاوسلتاميفير ده فيما بعد، فيما بعد حطيناه في دواء اسمه ايه؟ اسمه التامي فلو. يبقى يقول لك ان في الامتحان الاسترانايز بناخد منه الاوسلتاميفير، صح ولا غلط؟ غلط. استرانايز كان كيور H1N1، صح ولا غلط؟ غلط. امال ايه؟ احنا عملنا له سيمي سينثيز. يعني ايه بقى كلمه سيمي سينثيز؟ يعني جبت مركب ناتشرال غيرت فيه وخليته حاجه تعتبر نوعا ما سينثيتك. كده انت قدامك 10 فروتس، فاضل لنا 7 فروتس هنلمهم في سبوره ثانيه. اللي عايز يصورها او ياخدها سكرين شوت يتفضل. كملوا يلا معايا يا شباب. بعد ما خلصنا الفروتس او ميديسنال الفروتس كونتيننج فولاتايل اويل، هناخد بقى ميديسنال فروتس كونتيننج فلافونويدز، انثروسين، بيتر اند بونجن برنسبلز، كلهم في صفحه واحده. طيب مبدئيا في الصفحه دي انت مش عليك اصلا اي اكتف اي لاتين نيم، فانت بس ايه هنعرفهم للفهم بس مش اكتر. اولا البيتر اورنج بيل ده اللي هو قشر اللارنج، بيبقى من عيله اسمها عيله روتيسي. روتيسي دي مهم انك تكون عارفها، اللي هي عيله البرتقال والموالح. فعيله الموالح يبقى اسمه السيترس. وقلنا ان كلمه اور باللاتيني او بالفرنش اور، حتى زي ما بنقول بالون دور، اور يعني ايه؟ يعني ذهبي. لان انا باخد ايه؟ القشره الذهبيه اللي من بره. عشان كده بقول لك انا بستخدم البيل. فكروني كده، البيل دي كنا بنستخدم اللي هي الاكزو كارب، او بنقول عليها كمان الايبي كارب. كنا ناخدها ايه؟ بناخدها وهي يا اما فريش يا اما درايد. باخدها يا اما رايب يا اما نيرلي رايب. بدل العجله اللي مهم هنا على جنب، النيرلي رايب والرايب، اسف، والان رايب، الحاجات الاكسبشنال. طيب قلنا ايه؟ قلنا نيرلي رايب. خدنا شبه مين؟ شبه الكر ياندر، وشبه مين تاني بقى دلوقتي؟ البيتر اورنج بيل. فاضل لنا واحده في النيرلي رايب. طيب قال لك فيها مواد فعاله كتير، وكل نوع من المواد الفعاله ليه استخدامات معينه. اولا فيها فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل اللي فيها اسمه ليمونين، اي ان اي، ده بيبقى عباره عن تي اتش سي، تربين هيدروكربون، لما كنا بنقول عليه شبه السمكه، تربين هيدروكربون. طب الليمونين دوت وظيفته ايه؟ حاجه في الفولاتايل اويل، كارمينيتيف انتي سبازموتيك انتي فلاتيولنس، الجميل ده، الكلام الجميل ده كله للجي اي تي. بس اهم حاجه انه بيستخدم از كيمو بريفنتيف، يعني بيقلل الكانسر، بالذات فين؟
السكن، فعل السكن بالذات في حيوانات التجارب، بالذات في حيوانات التجارب الراتس الرودنت في السكن. يعني لو في اي سنطات او اكسس سكن كان يقول لك ايه، تجيب البيتر اورنج بيل ديت وتقوم فارقها على جلدك، فلما تفرقها على جلدك شهر بعد شهر تلاقي السنطه دي وقعت او اختفت او الزياده الجلديه دي وقعت. طيب البيتر برنسبلز اسمهم ايه؟ اسمهم ليمونويدز. يعني دول البيتر برنسبلز كلهم. انا هنا بقى فيها مين من الليمونويدز؟ حاجه اسمها ليمونين برضو، بس ده اخر اي ان اي وده اخر اي ان، يبقى تركز ليمونين والليمونين. طب البايو فلافونويدز، هم فلافونويدز موجودين في طبيعه جسم الانسان، ساعات بنسميهم فيتامين بي، يعني فيتامين برميابيليتي. ليه برميابيليتي؟ مسؤول عن حاجه اسمها الفاريكوز فين. ايه الفاريكوز فين دوت؟ الدوالي. الدوالي ما هي الا ايه؟ لو دي رجلك ودي ركبك، ورا الركب كده بتلاقي فيه شعيرات الدمويه تقريبا منفجره. فممكن نزود شعر، نعمل زوم كده على شعره دمويه ونشوفها. الشعره الدمويه دي انفجرت ليه؟ لسببين. حضرتك واقف على طول، فالدم نازل بالجرافيتي وطالع بالفازوكونستريكشن بتاع رجلك، والوونز ضعيفه فانفجر. الحل ايه؟ الحل ان اقوي الوونز. فعشان يعالج الفاريكوز فين، البايو فلافونويدز اللي شبه الدايوز مين وشبه الهس بريدين اللي موجودين في دواء اسمه الدافلون، الاثنين دول بيعملوا حاجه اسمها بينكريز الكابيلاري سترينث، قوته، او نقولها بصفه ثانيه ديكريز الكابيلاري فراجيليتي، ضعف، بيقلل الضعف. وغير كده ان هم بيشتغلوا از انتي اوكسيدنت او فري راديكال سكافنجر. واحنا عارفين من السنه اللي فاتت ان اللي بيلم الفري راديكال سكافنجر او فري راديكال سويبر وبيكنسها، الفري راديكالز دي حاجات نواتج ميتابوليزم ممكن تضرني لو اتراكمت في جسمي، تعمل لي ايه؟ تعمل لي كانسر. فبقول عليها انتي اوكسيدنت او انتي كانسر. ده مين ده؟ الدايزبين والاسبريدين. طيب بالنسبه للبيكتين، البيكتين دوت بلاقيه فين؟ بص يا سيدي، لو ديت قشره اللارنج من بره لونها برتقالي، من جوه اي قشره برتقاله بيبقى عليها كده ايه؟ حته لونها ابيض. الحته اللي لونها ابيض دي هي دي عباره عن كومبلكس كربوهيدرات. كومبلكس كربوهيدرات ده اسمه ايه؟ اسمه بيكتين. البيكتين ده وظيفته حاجتين عكس بعض، تريتمنت اوف كونستيبيشن وتريتمنت اوف دايريا. بيعالج الاسهال ويعالج الامساك، يعني بيعالج المشاكل اللي في الجي اي تي. طب ازاي؟ ازاي يعالج الاسهال ويعالج الامساك في نفس الوقت؟ بكل بساطه حسب كميه الميه اللي انت مديها له. هو بيمص ميه، لو انت عندك دايريا اسهال يبقى الاسطول بتاعك مليان ميه، هقوم واخده مع كميه ميه قليله. طب لما اخده مع كميه ميه قليله ينزل ويبقى حته من الاسطول ويبدا يمص الميه من الاسطول، فينشف الاسطول، فيخلي الاسطول ايه؟ ناشف، فيقلل الدايريا. طب بالنسبه للكونستيبيشن، قال لك في حاله الكونستيبيشن بيشتغل از بالك لاكسيتيف. يعني ايه كلمه بالك لاكسيتيف؟ يعني باخده مع كميه ميه كبيره، ولما بياخده مع كميه ميه كبيره بيمص الميه اللي انا شربتها له. فلما يمصها ينفش، فيخدع الامعاء بتاعتي ويقول لها لا اتعصري عشان تنزلي الاسطول اللي جواكي، ده انت مليانه اسطول، مع انها ولا مليانه اسطول ولا حاجه، ده هي مليانه البكتين ومعاه كميه كبيره من ايه؟ من الميه، فنفش. غير كده بيساعد بيبروموت الووند هيلينج، ده مين ده؟ ده البكتين. لو شفت كده الحته البلاستر اللي بنحطها على على على, على اي تعويره هتلاقي الحته اللي جوه لونها شبه لون البكتين، لان هي فيها بكتين. واخر حاجه هي بتزود الفيسكوسيتي بتاعت السيربس، يعني لو عندي سيرب اعمله سسبنشن يعني معلق وعايز اخلي البارتكلز بتاعته تفضل متعلقه، بيزود الفيسكوسيتي بتاعت الميديم بتاعها، الفيسكوسيتي اللي هي الكثافه. فالبكتين ده بيعلي الكثافه بتاعت السيرب. طيب الجوسز كاي بطال في الدنيا في فيتامين A وبي وسي وفي فينولز، بس الاهم بص ايه؟ فيورانو كومارينز،
شبه مين؟ شبه الانيميجس، يعني بيعمل فوتوسنسيتايزيشن. اعرفها ديت. طيب احنا قلنا ان هو هنا بيشتغل از بارك لاكسيف. طب بص كده السنه والدولفينز الاثنين دول بيشتغلوا از ستيمولانت لاكسيف، او ساعات بنقول عليها دراستيك بيرجاتيف. الدراستيك بيرجاتيف دوت يعني لاكسيف قوي جدا، ده اللي هو الكولوسنت اللي موجود في تابلتس اسمها تابلتس نصار. طيب السنه اسمها كاشيا سنه من عيله الجيمنوزا عيله الفول، عباره عن هيدروكسي انثراسين، ساعات بنقول عليها انثراكينون. واتفقنا انثراسين 3 بنزين ينزل المعده ويزغزغها يبقى يشغل از ستيمولانت لاكسيف وينزل الاستول. هيدروكسي انثراسين ده من اسمه، اسمه سينوسايدز. سينوسايد A وسينوسايد B، على فكره في C وD وE وF وهكذا، بيفرق حاجات بسيطه. طب رأي في الاستراكشر يعني. رقم اثنين، احنا اتفقنا ان هيدروكسي انثراسين دوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن شوجر اتاتش بنون شوجر. طب انا عايز النون شوجر لوحده، كان بيبقى اسمه ايه؟ كان بيبقى اسمه الاجلايكون او الجينين. الجينين بورت. الجينين بورت اسمه ايه؟ اسمه الو ايمودين. ايمودين. او رين. يبقى يا الو ايمودين يا رين. طب والجلايكوزايد كله على بعضه؟ سينوسايد. طيب بيشتغل از ايه؟ قلنا ستيميول. بص الكلمه اللي هقولها لك دي، بيشتغل از stimulant laxative for occasional constipation for short term treatment. فهمني كلمه كلمه. stimulant laxative يعني مش بلك، يعني بيعصر الامعاء. for occasional constipation يعني واحد مش كل يوم يجي لك تقوم مطلع له سنه لاكس الصيدليه، كل يوم يجي لك صيدليه تطلع له سنه لاكس، كل يوم تجي لك تطلع له بيكو لاكس، ما ينفعش. بعد كده الامعاء هيجي لها تولرنس. فالمفروض اعمل ايه؟ ساعتها اقول لها معلش مش هينفع كده، انت لازم توقف كميه الاستيمولانت لاكسيف ديت، الامعاء بعد كده مش هتحس بيها، هتطرد عليه الدوز. وتقوم مغير طريقه اكلك، تاخد فايبرز كتير، وتقوم مديله امعاء ايه؟ لاكتيولوز او الدوفلاك. دول مين دول؟ دول عباره عن بالك لاكستيف. او تقول له خد البيتر اورنج بيل تاخد منه البكتين. البكتين دوت او الحاجه البالك لاكستيف تنفش في معدته تخليه عايز يخش الحمام، انما كتر استخدام الاستيمولانت لاكستيف ما ينفعش. فعشان كده بقول لك ان هو فور شورت تيرم، يعني هوك حاجه بسيطه. ليه؟ لان التوكسيستي بتاعته عاليه جدا. قال لك ممكن يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها هايبو كالينيا، او بين قوسين كده الكترولايت امبالانس. يعني ايه الكترولايت امبالانس؟ يعني في عدم انتظام في الالكترولايتس. فقدت مثلا بوتاسيوم كتير، طب لما تفقد بوتاسيوم كتير عضله القلب تدق جامد. فخد بالك بقى لو واحد بياخد ديجيتالس فكر لي بقى هيعمل ايه؟ او البوتاسيوم اللي كان بيهدي تاثير الديجيتالس انه يخلي قوه ضربه القلب تزيد. طب انت دلوقتي في خط البوتاسيوم، فلما يجي لك كيس في الامتحان ويقول لك يا بطل حصل ايه؟ حصل ان في عندك هايبوكالينيا، والراجل ده بياخد لانوكسين بين قوسين دايجوكسين. اهو الدايجوكسين اللانوكسين دوت مع الهايبوكالينيا البوتاسيوم كان بيقلل قوة ضربة القلب بسبب اللانوكسين، كده انت قللت اللي بيقلل، فيخلي ضربة القلب قوية جدا 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 لدرجة انها تنبض نبضة واحدة ما تفكش تاني، يحصل حاجة اسمها كاردياك اريست. طيب وبيعمل ايه؟ بيعمل سيفير لوس في الفلويدز. فلازم الراجل ده تعوضه بفلويدز ثانية. تديله مية بحاجة اسمها او ار اس، اورال ريهايدريتنج سوليوشن. ده كل اللي عايزك تعرفه عن السينابوت. طيب بالنسبه للكولوسنس اسمه ايه باللاتين؟ مش عليك. سترلس كولوسنتس. سترلس كولوسنتس من عيله كيوكاربيتيسي. طب انا بقول لك ليه الكلام ده الرخم ده؟ هو سترلس كولوسنتس او كولوسنتس في ايه؟ في الكالويد وريزن، والاثنين دول مسؤولين عن البرجاتيف اكشن بتاعه. طب الجلايكوزايد اللي فيها اسمه ايه؟ مش هو من عيله كيوكاربيتيسي؟ الجلايكوزايد اسمه كيوكاربيتا سين
الكيوب كاربيت السين ايه ده مسؤول عن الافكت بتاع الكولوسنس في ان هو انتي تيومر او انتي كانسر. ساعات بيقول عليه تيومر نيكروزنج فاكتور، يعني هو ده اللي بيعمل ايه؟ بيكسر التيومر. وعنده كمان احنا عرفنا طبعا ان هو ستيمولانت لاكسيف او دراستيك بيرجت جميل، وعنده كمان الكحول من اسمه، مش هو اسمه ستريلاس، اسمه ستريلول. خلصنا من الكولوسنس. حنظل او بطيخ الصحراء ساعات بيسموه اسمه الثاني البيبو، البيبو بطيخ. طيب الكابسيكم اسمه باللاتين كابسيكم، وهو عباره عن فروت، يبقى كابسيكم فروتسنس. وعرف ان هو من عيله سولانيسي، وطالما عيله سولانيسي يبقى عنده ايه؟ عنده كلافيت هير. ماشي. البانجنت برنسبلز اللي فيه والكاروتينويد بيجمنتس، في حاجه بتديله الطعم البانجنت اللاذع اللي بيخليه ستر نيو تاتوري. يعني ايه ستر نيو تاتوري؟ يعني لو جعل الميوكس ميمبرينز بتاعت مناخيرك او بقك يحرقك ستر نيو تاتوري. فده حاجه اسمها بانجنت برنسبلز. وحاجه بتديله اللون الاحمر اللي هو الكاروتينويد بيجمنتس. الناس الصيصه الصيصه ما ياكلوش شطه، فيقول لك الحاجات الحراقه دي ما تتاكلش للصيصين، ففيها كاب سايسين. طب والكاروتينويدز اللي ليها طعم اسف ليها لون اسمها كاب سان، فيها ان اهي ثين، كاب سان ثين. بستخدمها ايه؟ بستخدمها لحلين. انترنالي بيستخدم كطعمه حاجه مره او حاجه حراقه فتفتح الشهيه، بقول عليه ستوماشك، بقول عليه بيتر ستوماشك او بانجنت ستوماشك، خليها بانجنت ستوماشك احلى. بانجنت ستوماشك. طب اكسترنالي، حد يسمع عن لزقه اسمها لزقه النمر؟ بتخلي البلاد فلو يوصل للحته اللي وجعك كتير، فيلي الدماغ عن الوجع الاساسي، سخنه فلسه الوجع الاساسي، يبقى بيشتغل از كاونتر ايريتنت. هسيب لكم الفكره انكم تفكروا ان كان عندنا اثنين كاونتر ايريتنت في المنهج، واحد كولد كاونتر ايريتنت كولد، واحد هوت. الهوت هو الكابسيكم، الكولد مين بقى؟ اول واحد هيجاوب عليها ويبعتها لي في مسج على الواتساب هليه دي عندي. طيب كده احنا خدنا الكابسيكم. الكابسيكم ليه اسم تاني الفلفل الحراق اسمه الكاين بيبر، او حاجه اسمها التشيز. طيب وطالما جبنا البيبر ان هو كاين بيبر، هل ده ليه علاقه بالبلاك بيبر؟ لا، ده من عيله سولانيسي، انما ده من عيله بيبريسي، بيبر نيجرام يعني اسود. الاكتف كونستيتوينت اللي فيه ايه؟ فيه مولاتيل اويل عشان يديله الريحه بتاعت البلاك بيبر، وفي الكالويد اسمه بيبرين. اللي يهمني ان هو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم طبعا ككارب ميناتيف عشان فيه فولاتيل اويل، بس بيستخدم تحليه طعم سبايس. بس الاهم من كل دوت، اهم حاجه ان هو بيشتغل انتي هيباتو توكسيك. انتي هيباتو توكسيك، المعلومه دي غلط علميا بس ماشي، واحنا المفروض بنستخدمه فور بريفنتيف تريتمنت. انما المنهج بتاعك عايزها انتي هيباتو توكسيك مش بريفنتيف، يعني هو بيعالج مش بيقي. بس ماشي، زي ما الدكتور عايز يبقى هو ايه؟ انتي هيباتو توكسيك. كنا بنكشف عنه ازاي؟ اهي، وهنا في H2SO4، سبرينكل عليها شويه باودر من بلاك بيبر هيدي لون ايه؟ كأي حاجه لونها احمر. طيب الهوبس اسمه ايه تاني؟ اسمه حشيشة الدينار. حشيشة الدينار اسمها باللاتين هوميولاس لوبيولاس، قلت لك طالما حشيشه يبقى من عيله الحشيش كالنابينيسي. طب انت ليه بتقول لي احفظ لي هوميولاس لوبيولاس؟ لان اصلا الماده الفعاله اللي فيه اسمها فولاتايل اويل اسمها هوميولين، وفي حاجه اسمها بيتا امايرين، والاثنين دول مسؤولين على البيتر تيست، طعم مر. وطالما طعم مر يبقى يشتغل بيتر ستوماشيك، فاتح للشهيه. طيب بالنسبه للهوميولون وهوميولون، دول عباره عن ريزن، واحد كيتون وواحد الكحول. الريزن ده مسؤول عن ايه؟ قال لك الريزن ده مسؤول عن الاسف، ده اللي مسؤول عن البيتر تيست، انا اسف، ده المسؤول عن البيتر تيست.
فده عشان كده بيشتغل ستو ماجيك. امال الفولاتايل اويل كان مسؤول عن ايه؟ عن التاثير البكتيري سايدل. يعني ايه بكتيري سايدل؟ يعني بيكسر سايدل يعني يموت البكتيريا. الهوميوستوبيلس حشيش الدينار بيبقى موجود كده في دواء اسمه دورميفال. دورميفال ده كده من اسمه كلمه دورمي. دورمي في بالفرنش يا جاي من كلمه دورمير يعني ينام. فبيستخدموه از سيداتيف مهدئ. والسيداتيف ده ابروفد باي الكوميشن اي بتاعت المانيا. حاجه ابروفد جدا. اخر حاجه هناخدها النهارده الاوبيوم بابي او الاوبيوم كبسول او الخشخاش او ابو النوم. ابو النوم دوت اسمه بابافيرس ونفر من ايه بابافيرس عارفينه. في ماده كده لونها ابيض اسمها الليتكس بتبص منه. الليتكس دوت بيبقى فيه مورفين الكالويد. كودين بتاع الكحه الكالويد. بابافيرين الكالويد. الثلاثه دول عشان الكالويد لازم يدوبوا في ايه قلنا؟ في اسيد اسمه الميكوليك اسيد. الميكوليك اسيد ده عشان اكشف عنه بحط له فرق كلورايد يديني لون ايه؟ كأي حاجه في الدنيا يديني لون ريد. طيب اخر حاجه هقولها ايه؟ استخدامات الاوبيوم بوبي. بيستخدم از سيداتيف مسكن او مهدئ انالجيسيك بس بيدمن فنقول عليه ناركوتيك. هيوديني النار. ناركوتيك يعني حاجه تسبب الايه؟ الادمان. بستخدمه في ايه؟ في الهوسبيتالز. فالهوسبيتالايزد بيشنت لو واحد داخل عملية مثلا عملية شديدة فمحتاج تخدير شديد ومحتاج حاجة تقلل الوجع بشدة كبيرة جدا 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 جدا. مين اللي يقلل الوجع؟ الأوبيوم أو المورفين بالذات. بيستخدموا مين أكتر حاجة؟ بيستخدموا المورفين. آخر حاجة هنقولها خلاص هي دي السبورة الأخيرة. شدوا حيلكم زي ما قلت لكم الحصة دي إن شاء الله هتتعاد يوم الأربعاء. الأربع الساعة 3 أو 5 في سنتر سبورتنج. بعد إذنكم حاولوا اللي اتفرج على الفيديو برضه يحضر الحصة عشان الانتر اكشنز في الحصة الوضع بيبقى مختلف تماما. جود لك. وأنا آسف على اللي حصل النهاردة دوت في السنتر. مبسوط إن أنا دايما معاكم. شدوا حيلكم وأشوفكم إن شاء الله قريب.